بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. وأحلام محلية وأقليمية ودولية، ما زلنا في السباحة بين الملفات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 695 من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة تأتي في توقيت مهم، أحلام كثيرة في النهر الأولمبي وإبحار مهم في النهر المحلي. في النهر المحلي احنا لسه خلصانين من دقائق. لسه كابتن أيمن شوقي أي من هنا. في الأحلام المحلية اللي تخص النادي الأهلي، ولكن مؤكد أن الدورة الأولمبية تشد الانتباه بما يتحقق فيها من نتائج بعضها محبط وكثير منها مثير وقليل يشع بالأمل. هنشوف كل هذا الذي يشع بالأمل وهذا الذي يبعث على الألم، لكن حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقالوا، قربنا. الغربال، ليه ما نحلمش؟ وبعضمة لسانه، دقيقة اسكت لله. والشموع الحمراء عن السياسي العاشق. لكن إصرار الملك عن الدينامو. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة اللي نتمنى إن شاء الله نحاول نناقشه بقدر الإمكان مع حضراتكم. لكن ضربة البداية، يمكن شفتوا المهندس عدلي أبحر بنا ما بين الأمل والألم والحلم والعمل، لكن هي ضربة البداية كما تعودتم دائما مع مقالي ومقاله. قربنا، قربنا من الموضع اللائق للنادي الأهلي، قربنا من المكان الطبيعي لحامل الألقاب. الحقيقة الأهلي مع بطولة الدوري ما تقدروش تقولوا حامل اللقب، ده حامل الألقاب التاريخية في هذه المسابقة. الأهلي النهاردة وصل للنقطة 58 بعد الفوز على أسوان 3-1 علشان يطرق أبواب القمة. ماتش واحد إن شاء الله يأديه مع وادي دجلة، بإذن الله يتحقق له الفوز عشان يتصدر المسابقة وفقا لقواعدها. شوف يا، اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ثانيا يعني كده الملعب اتوزن، الونجين اشتغل. ايوه. ثالثا بقى يعني الصراع المحتدم، ايوه، على القمه والقاع هو سمه الدوري. أيوة. حتى الان. ايوه. ان يبقي الاهلي على حدوده بعد المطبات اللي حصلت واصبح ما يقدرش يخسر نقطه في ظل اصعب الظروف التي لا تواجه احدا غيره، والكل يريد ان يتجاهل هذا الموقف ويتحدثون بشكل غريب جدا. انا وانا جاي كان في بسمع الراديو بعد الماتش على طول، كريم، الكابتن كريم حسن شحاته وميدو عبد الحميد حسن وحماده طلب، ادي الاستوديو. فعبد الحميد حسن بيشير الى ان من العدل ان نشير الى الصعابه اللي تعرض لها الاهلي في المباراه المضغوطه دلوقتي وعوده النقيين ونقص في الصفوف نتيجه يعني قبوله باللعب بدون اللاعبين الاولمبيين. فالحوار فجاه كده خد سكه. لا 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 كريم، كابتن كريم، لا 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 ما تقوليش، مش هقتنع. ده كريم وهو مذيع. مش هقتنع، بص مش هقتنع. يقول له يا سيدي، يقول له لا 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 لا، ده من مارس لابريل مش عارف. يقول له دي كانت فتره لعب فيها الاهلي ماتشاته الافريقيه، وانا مالي يعني، وانا مالي، ما هو ما كانش بيصيف. انت بتقول كده افريقي وسوبر وتقول له اتلعب 5 ماتشات وفيهم سفر وبتاع. يقول له انت جاي تقول لي رجع من سيمبا بعد 5 يوم يلعب؟ طب ما في 5 ايام. قال له مش في مسافر،
مش فيهم سفر؟ هم مرسيوش على 5 ايام وانا مالي؟ ما هو انت مالك التعرض، لكن احنا بنذكر الحقائق. الحقائق ان هو فيهم سفر واجهاد. يقول لي طيب وتوقف اللي بعدين اللي قاعد يجي مش عارف من ابريل لايه؟ قال له الله، دي فتره توقف دوليه محدش لعب فيها وممنوع يتلعب فيها. صحيح. لان اللعيبه الدوليين المفروض، قال له ما هو ما اتاخدوش. قال له هو دي مش مشكله الاهلي. ان كل الانديه الثانيه ما لعبتش في هذه لا، حتى اللعيبه المحترفين من الاهلي من الاجانب سافروا. لا ماليش دعوه. اذا فضلنا في منطق ليا دعوه وماليش دعوه وكلمني على الدوري، كل ما اكلمه اقول له ما كان بيلعب في افريقيا يقول له كلمني على الدوري. هذا الموضوع. انما رغم ان كريم من المحسوبين معتدلين يعني. هي القضيه مهنيه. انما القضيه قضيه بقى انك انت لما هتيجي تقول ماليش دعوه، مالكش دعوه. طب هو يعني هو الاهلي حابب يعني موقف انه يلعب يعني هو كان اهون للاهلي ان يضحي بافريقيا ويلعب في سياق اللي انتوا عايزينه كله. لما يرتاح له ماتشين ولا حاجه يتاجله عشان ياخد مخاطره بالدوري، ان يلعبهم بدون اللعيبه الدوليين في وقت الدوره الاولمبيه. 6 عناصر منهم اهم عنصرين النهارده في 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 مصر. كابتن الشناوي رقم 1 واكرم وكابتن اكرم رقم 2 وطاهر. دول 3 عناصر من العناصر اللي كانوا في قوام الفريق. 6 اللي موجودين منهم 4 كانوا اساسيين في اخر ماتشات الاهلي. في اخر ماتشات الاهلي 4 اساسيين في ال 11. في ال 11. زائد ان فيهم ناس كانت من المنطق هيبقوا بدلاء مهمين جدا زي كابتن ناصر ماهر مثلا. طبعا. وبيكهام. النهارده وبيكهام النهارده بتلعب في ناحيه الرايت، جبت رامي ربيعه. لو بيكهام موجود كان هو ده البديل. يعني انت شوف انت بقى قلت ايه بقى؟ سيبك بقى من اللي قاله كابتن كريم والناس اللي هي عايزه يعني تجادل. لا انا ليا تعليق تاني في منطقه يعني. انت خلينا في الكوره دلوقتي. ما انا في الكوره. ايوه ده انا في الكوره. في كارثه تانيه بس خليني معاك. لا انا ما زلت في الكوره. ايوه انا بقول لك دي حته. أيوة. الناس اللي عايزه تقول لك مالناش دعوه. يعني انت مش مجهد ولا حاجه ولا جدولك مضغوط ولا حاجه ولا الكلام ده، رغم ان احنا عدينا لهم ان حتى في الجدول المريح احنا لعبنا ماتشات اكتر من الزمالك في عدد الماتشات. لكن يقودنا بقى في حته ان انت طيب هو انت في الفتره كمان المضغوطه دي بتعمل ايه؟ عليك مسؤوليات يجب ان تتخطاها بدون ما تفقد حاجه. فلا يمكن ان نناقش هذا الامر في سياق الصح والغلط والمتعه والمفروض. لان الصح والغلط والمتعه والمفروض دول امام الجهاز الفني في الظروف الطبيعيه. لكن لما تيجي النهارده تشوف، هو النهارده الناس قالت كان الاهلي مقبول لحد ما عمل التغييرات قبل النهايه بحوالي 20 دقيقه. والتغييرات شملت لعيبه مش جاهزه، كابتن متولي واجاييه وسعد سمير، واشاروا الى ان هناك. طب خلينا في الجزئيه بتاعت الاذاعه في اللقطه اللي انت سجلتها. عايز تخلص دي الاول. لانه هنا الحقيقه يا جماعه بجد بقى، على فكره الاذاعه بدات في ارض الرياده دي 1934. يعني مصر تمارس هذه المهنه بضوابطها وبقيمها وبقواعدها من الثلاثينات من القرن الماضي. اللي بيقوله المهندس عادل ده لاي حد بيفهم اعلام كارثه حقيقيه. انه في مذيع يتحول الى ضيف صاحب راي متبنيه عن انتماء، ويتحول هو والضيف الى احتداد شديد جدا في الراي. ده لا يمكن قبوله ابدا. سيبكم من ان هو الكلام باستمرار ضد النادي الاهلي، وسيبكم من انه باستمرار الكلام موجه. كريم من العناصر المحسوبه على معسكر الاعتداء. هو اشار عشان الانصاف، اشار الى نقطه قانونيه سليمه رغم انها حققت العدل. خطا اسفر عن تحقيق عدل. ولكنه خطا قانوني. جاب الكابتن رضا البلتاجي اكد على هذا. اوكي. الحكم لما سافر بس عشان ابقى انا فير. ايوه. هو قال ان الجون بتاع اسوان ما كان ينبغي ان يحسب حتى لو كان مش لمسه يد، لان الحكم صفر قبل الكره ما تخش الجون. فكان برضو في جدل هنا. قال له، جاب كابتن رضا قال له لا، الصفاره بتوقف اي شيء.
ليه بقى يا استاذ ابراهيم؟ افرض الصفاره خلت لعيبه الاهلي وقفوا وحد حط الكوره، ما هو دي هنجلها، هنجلها طبعا هنجلها بالصوره، لكن انا بتكلم على قواعد المهنه، قواعد المهنه. وليه يعني اذاعه شباب الرياضه اذاعه تابعه للاذاعه المصريه، احدى شبكات الاذاعه المصريه الرائده في المنطقه. اذاعه يا استاذ ابراهيم، انت شفت البرامج الرضيع بتعامله ازاي؟ انما ليه هذا التحميل على النادي الاهلي؟ ليه؟ ليه في اذاعه وطنيه يكون مسموح فيها بهذا التحميل الشديد جدا ضد ناحيه قانونيه تخص النادي الاهلي؟ ليه؟ ازاي يكون مذيع متبني وجهه نظر ايا كان؟ لان على فكره ده نوع من الانحياز والانحراف المهني المتكرر في برامج كتيره، الضيف يتحول الى صاحب راي، يتحول الى انتماء حقيقي وباستمرار ضد النادي الاهلي. كل خرق مش الضيف ده للقواعد المهنيه، المقدم ليه؟ المقدم مقدم البرنامج في كل البرامج الاذاعيه في غالبيتها عشان نكون اكثر انصافا، باستمرار التحامل ضد النادي الاهلي وباستمرار في خرق لابسط قواعد المهنه للي عايز يمارس مهنه على اصولها، باستمرار هو صاحب راي كمذيع او كمقدم وضد النادي الاهلي، والناس بتقفل الرداوي والناس بتتصل تسال وتستعجب. يا جماعه ليه؟ ليه هذا التحامل المستمر في مباراة في ضيف عنده وجهة نظر، وجهة نظر فنية، وتبقى الكارثة أكتر إنها وجهة نظر فنية مدعومة بوضع قانوني، إن أنت عمال تنتقد في النادي الأهلي وعمال تنتقد إن النادي الأهلي ما هو ما لعبش ساعة التوقف، في حين إن أبسط معلومة إن دي فترة أجندة دولية ما حدش من حقه يلعب. اللعيبة المحترفين الأجانب في الأهلي وفي الزمالك وفي بيراميدز وفي غيره سافروا لدولهم. هلعب ازاي وانا عندي كل اللعيبه المحترفه سافرت؟ كون ان المنتخب الوطني هنا ما تجمعش ده حاجه كابتن حسام البدري شايف ان في حاله ارهاق عام فحب الناس تريح، ده حاجه تخصه هو. لكن حتى لما النادي الاهلي النشاط يتوقف بسبب هذا الظرف الدولي، يبقى النادي الاهلي هو السبب؟ شيء غريب. ويتم تجاهل نقطه مهمه جدا، ان لما خير النادي الاهلي ما هو الحل انك تلعب ماتشين من غير اللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي ويوافق النادي الاهلي ترسي على ثلاث ماتشات. وبعدين اللائحه يا استاذ ابراهيم دي اللي ده الموضوع اللي بيبين لك ان احنا داخلين في نوع من تعمد الجدل. انك انت تيجي دلوقتي تقول ايه؟ هو هتتحسب البطوله بايه؟ تحسب البطوله بايه؟ يا راجل انت اللائحه عندك من اول السنه. المواجهات المباشره. هنفضل زي موضوع نادي القرن ونادي كل ما تيجي اللايحه ما تستفدش منها عايز تغيرها باثر رجعي. هو ده حوار ممكن اي منصف او اي يعني راجل عايز يلتزم بابسط مبادئ الـ 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 النظام انه يناقش النهارده لايحه جايه له من اول السنه؟ هو المواجهات المباشره ليه مش بفارق الاهداف؟ اذا كانت اللائحه عندك من اول يوم في هذا الاتجاه هتفضل لامتى عايز تغير اللوائح باثر رجع عشان تستفيد منها؟ زي ايه يا باشمهندس؟ وايه وبعدين تجد ان الكلام ده بيتناقش في قنوات كثيره جدا وكانه امر مطروح للمناقشه لحد ما يطلع الكابتن احمد مجاهد ويحسمه زي ما حسم بالظبط فكره هو ليه الدوري هيتوقف بعد مصر ما وصلت. حلو قوي انك للمربع جيت لي للنقطه المهمه. بتجادلوا في ايه؟ يا جماعه النادي الاهلي التزاما منه بخدمه منتخبات وطنه ونزولا منه على رغبه الكابتن شوقي غريب تنازل عن لاعبته خلال هذه الفتره، منهم لاعب بره السن الاولمبي يعني الشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا والنهارده مختار ما شاء الله ضمن افضل 10 لعيبه في الدور الاول في الدوره الاولمبيه، افضل 10 لعيبه في ال 16 منتخب كان منهم الشناوي. النادي الاهلي التزاما منه بدوره وخدمه منه المنتخب بلده وافق انه يروح. فجاه دلوقتي لما اتحاد الكره بينفذ ما تم الاتفاق عليه على فكره، لان هتكتشفوا ان كل الناس دي اللي عمال تسيء للنادي الاهلي وتتهم النادي الاهلي حتى في الدور اللي لعبه في خدمه المنتخب الاولمبي، يقول لك بص عشان المنتخب صعد اجلوا الدوري عشان يلحقوا الاهلي. فيطلع الكابتن احمد مجاهد من طوكيو مع الكابتن احمد شوبير يكشف ان الناس دي فعلا بتتكلم عن غرض حقيقي.
نشوف. حسما للجدل يا كابتن. نعم. حضرتك انا في البدايه اول ما جينا قلنا ان احنا ان شاء الله باذن الله هننهي الموسم في 30/9. نعم. ثم لما حصلت بعض التغييرات قلنا طبقا للمتغيرات احنا ممكن ننهي 26/8 الدوري. نعم. ده في حاله عدم تاهل المنتخب يعني خروج المنتخب. نعم. حاصل اجتماع مع الانديه. في وجود مندوبين انديه القسم الاول في اتحاد الكوره وقلنا الكلام ده بوضوح. وده قلناه بوضوح قدام الانديه كلها. نعم. بالكامل. يمكن وقتها حتى كان موجود من نادي الزمالك الكابتن حسين السيد وقال انا ما عندناش مشكله ان حتى وقتها قال النادي الاهلي يلعب المؤجلات بتاعته ما عندناش مشكله حتى لو الدوري اتاخر. طلع كان واضح جدا في وجود جميع الانديه. اخر مباراه هي مباراة الاهلي واسوان يوم 29. صحيح في بعض الانديه كانت شايفه ان هي عايزه تكسب الفرصه وبدل ما الاهلي لسه لعبته ما جاتش من الاولمبياد او كده ما جاتش وتكمل. لكن هو ده الكلام اللي اتقال بالاول وهو ده اللي احنا شايفينه الوضع اللي يعني مش الاوقع. وان كان الموسم كله ما هوش الامثل واحنا معترفين بهذا الامر. نعم. اذا مباراة الاهلي اليوم مع اسوان هي المباراة الاخيرة والعودة اما 5 او 6 اغسطس او 9 او 10 اغسطس كده تمام؟ طيب. كان الكابتن حسين السيد اللي هو دلوقتي عن نادي الزمالك دلوقتي عضو مجلس اللجنة التي تدير نادي الزمالك. يعني هو اقدر واحد يقول لهم يا جماعة احنا اتفقنا على كده ومش بعيد يكون قال له على فكرة ومندوب كل الاندية. خلينا في الناس اللي بتثير هذا الامر. ما هو بقيه الانديه ما بتثيرش هذا الامر. واخد بالك؟ لكن الفضائيات التي تعبر حتى عن وجهه نظر النادي المنافس متبنيه انها تتكلم وقفوا وازاي والكابتن السيد قال والكابتن السيد قال. المشكله اللي بيقول احمد مجاهد ده بيكشف عن جهل حقيقي لان الناس حتى ما بتسالش الاجتماع ده حصل فيه ايه؟ يعني ابسط ده مش جهل يا استاذ ابراهيم. انت ده جهل ده لو احسنت الظن. لكن تبقى عارف وبتجادل. هو ده المشكل عشان تشوش عليه. ما انا بقول لك كابتن حسين السيد كان موجود. ايه تاني؟ اما يجي حد يعني عايز يثير هذا الامر والبرامج اللي بتناقش ده. طيب ما هو البرامج خلاص البرامج عايزه تناقش ده. مالهاش دعوه. هي البرامج اللي بتناقش اللائحه ما عندهاش اللائحه والمواجهات المباشره عندها. لكن انا بقى كمان عايز اتكلم على النهارده ناس برضو لازم تبقى فاهمه عشان دي نغمه هتطلع التغييرات ومش تغييرات ومين اللي سمع ان اللعيبه تسافر وهو كان من المناسب ان موسيماني يدي فرص للعيبه ناقيها راجعه. الراجل متقدم 2-0 وعلي مسؤوليه اخرى ان في لعيبه لازم تجهز ما احناش عارفين هنحتاج لها امتى مهمه جدا زي محمود متولي كابتن محمود متولي كابتن سعد سمير واستكمال تجهيز اجاييه. الحمد لله طمنا النهارده على اداء كهربا. انا شايف ان اجمل حاجه في مباراه النهارده 3 اجوان من ابدع ما يكون. لسه بقى طبعا 3 لعيبه في دور نقاها راجعين يتجهزوا من خلال المباراه. هذه مسؤوليه قد يلجا اليها المدرب لكن التوقعات برضو ظروف الماتش ما تاخدهاش بالصعوبه دي. اللي انا عايز اقوله احنا بقى كنادي اهلي نعمل ايه كاهلاويه كجماهير كناس متابعه لازم نبقى مقدرين كل الابعاد مش بس قعدتنا قدام الشاشه ان احنا نشوف افضل المواقف للنادي الاهلي. احنا الحمد لله اللي خرجنا من المازق ده لحد التوقف بكده. كنا نتمنى طبعا انا رايي ان اكتر نتيجتين مؤثرتين على ان الدوري ما يبقاش مرتاح للنادي الاهلي تعادل الزمالك معانا اما كان في خطا كان يمكن تداركه ونطلع كسبانين الماتش ده وتعادل بيراميد اللي كلنا شفناه في اللحظات الاخيره. حتى لو كانت حصلت النتائج السلبيه دي كان زماننا دلوقتي مرتاحين ب5 نقاط. طيب على حتة إتاحة الفرصة دي قضية هنحاول نناقشها بعد الفاصل. لكن خلاصة القول في الدوري إنه النهاردة اتحاد الكرة طلع قرار إنه مع انتهاء مباراة الأهلي وأسوان الدوري بيتأجل. يعني المباراة اللي كانت هتتلعب يوم 2 و3 هو مش عارف تم تأجيلها. التأجيل المحتمل المهندس أحمد مجاهد قال للكابتن شوير على فكرة
قبل ما امشي من القاهرة مشروع الدوري، مشروع جدول محطوط وموقع ورايح في سكتين. لو احنا كملنا بعد دور الثمانية هتبدأ تستأنف الدوري يوم 8 و9 أغسطس. طيب لو انت خرجت من دور الثمانية لا قدر الله هتلعب الدوري 5 و6 أغسطس. البرنامجين محطوطين، المشروعين موجودين، وقالوا ان انا ماضيهم قبل ما امشي، فبالتالي في انتظار ما سيكون مع كل الاحتمالات اتحطت. بناء يعني. ده بناء على ايه؟ بناء على اجتماع سابق مع الأندية، مش علشان لا النادي الاهلي ولا علشان الشناوي يرجع ولا كل يا عم. هي شوشره عليك، شوشره عليك والله، بس شوشره على دور انت بتقوم بيه. فتقرر هذا التاجيل في انتظار مباراه المنتخب ان شاء الله تعالى الثانيه 10 ظهر السبت باذن الله تعالى. منتخب مصر يحقق المعجزه ويفوز على البرازيل ويتأهل لنصف النهائي، وبلاها دوري خالص. لو عايزين يا احمد يا مجاهد تأجل الدوري لشهر 10 بس، مصر ترجع بميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخها في كرة القدم. احنا موافقين، وموافقين كمان هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم. أهلا بكم من جديد. قربنا، ولما حد يبص على جدول الدوري بعد مباراة النهاردة يعرف فعلا انه الاهلي ماشي في خطاه نحو الصداره، المكان اللائق والطبيعي لحامل الالقاب التاريخيه في المسابقه. الاهلي بقى 58 نقطه والزمالك المتصدر ب 61 نقطه، وتتبقى مباراه للاهلي مؤجله مع وادي دجله. الفوز بها باذن الله تعالى وقت ما يتحدد ميعادها باذن الله تعالى يضع الاهلي في صداره المسابقه. الجدول زي ما حضراتكم شايفين يا باشمهندس، الاهلي الزمالك 61 والاهلي 58. الزمالك لعب 27 مباراة والأهلي لعب 26 مباراة، لكن اللافت أنه الأهلي لعب أقل لكنه الأفضل هجوميا بين كل فرق المسابقة. الأهلي سجل 54 هدف، يليه الزمالك 48 هدف. الأهلي تاني أقوى دفاع، الزمالك دخل مرماه 18 والأهلي دخل مرماه 21، لكن فرق الأهداف الأهلي 33 هدف والزمالك 30 هدف. تقرا ايه من الجدول؟ لا اقرا طبعا ان اقوى هجوم منطقيه، انت عندك هداف الدوري كابتن. بالمناسبه الشريف النهارده انفرد بصداره الهدافين ب 16 هدف، واحمد ياسر ريان 15، واشرف بن شارق 12، عمر كمال عبد الواحد 11، احمد سمير 11، رامي صبري 10، عمرو جمال 10، ومصطفى فتحي 10. لكن محمد شريف بقى ما فهمش ضربات جزاء خالص، ولا واحد. طيب يلي ياسر، احمد ياسر بنفس ال 15، ما اعرفش فيهم ضربه جزاء ولا لا، لكن اظن برضو يعني متشافين كده. ودي بتقول لك انك انت هجومك يعني دلوقتي متنوع. يعني ده جون جميل جدا 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 جدا، يعيد كهربا الى رونقه. توقع الكوره والجري بالطريقه دي وخد نفسه في اتجاهها، وشوفوا طب بص بقى محمد شريف هيعمل ايه. كره تظنها عدت، كره صعبه طبعا جدا، لكن شوف برضه حسين الشحات هيعمل ايه في الجون الثالث. ده الجون بتاع الحكم صفر، هو انا الخطا. طب الكره دي بقى عايزين نعلق عليها، ماذا لو اثرت الكره دي على نتيجه المباراه؟ تخيل ان كان ممكن تتعد قانونا، لانه خطا قانوني، خطا في تطبيق القانون. ليه كابتن بتاج؟ انا سمعته برضه في البرنامج بتاع الاذاعه ده اللي بتاع كابتن كريم، بيعيد الكابتن كريم بيقول له ايوه الصفاره بمجرد ما بتطلع بتوقف اللعب طبعا، فكان هيبقى خطا في تطبيق القانون. انت جبت جون بعد صفاره، وممكن جدا اتذكر ان احنا اتطبق علينا هذه القاعده في مباراه هنجهزها دلوقتي. هنجهزها، يا سلام عليك لو جبتها. هنجهزها لك انا دلوقتي. بس في الجون الثالث اللي عجبك من حسين الشحات لبواليا، طبعا بواليا يعني ده تاني مباراه على التوالي يسجل برضو، ان هو تابع الكوره وجري وقطع وزقها بسرعه بدون فاول، ويعني في مجهود وفي رغبه وفي ثقة.
ده مهم جدا. دي تاني او تالت ماتش مره يعمل اسيست يكسبك، ومرتين اهو ورا بعض بيجيب لك. وبرده الاسيست بتاع الحقيقه حسين الشحات كمان، ما انا بقول لك حسين يعني بيستعيد نفسه بقوه، وهو لعيب مهم جدا 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 كابتن حسين الشحات. ويعني واللعيبه المهمه اللي زي دي لازم تتعامل انك انت تبقى فاهم انها يعني يوم ما ترجع مكسب كبير قوي. فهي كم هل يكون فلافيو جديد؟ بس بستايل تاني. بستايل تاني. طبعا فلافيو عبقريته مش بس ان هو لعيب كوره كويس، اعظم هيدر على مستوى العالم. على مستوى مفيش لعيب في العالم لعب بكل سنتي بدماغه، سواء يجيب جون او يقطع يجيب جون او يقطع البعيد ويلفها في البعيده، او يجهز لك الكوره وانت بتجري، او يجهز لك الكوره لورا وانت جاي تشوط. ما سابش حاجه من مهارات التمرير او التهديف. ها ده بالراس، ده كان بكل حاجه بيسجل دماغه من رومان بيلي. انا كنت بقى مسميه دماغه رومان بيلي. على رومان بيلي. حتى الجون اللي كان يظن الناس انه جابه بالصدفه وهو رجع يشاور كده، او الجون جابه في المحله قاعد يشاور على دماغه كده انه بدماغه، لا هو بيشاور ان انا لعبتها بدي. اتضح بعد كده ان ما في الراجل ده بالهيد ما بيعملش حاجه بالصدفه. فهو ما فيش سنتي في دماغه ما بيستفدش بيه. فده حاجه على جنب. دي عبقريه. ولذلك الثنائيه اللي اتعملت بينه وبين جيلبرتو اتعملت بناء على ادراك جيلبرتو بهذه المهاره لدماغ فلافيو. هو بيحطها له، انا ماليش دعوه، انا هحطها لك في رينج وانت حرك دماغك في الاتجاه، اتصرف في القريبه في البعيده في اللي هي على ظهرها. ويبقوا عارفين انه هيعملها وتتعمل. وتذكر الجون اللي جه في الزمالك وحسين السيد دفع صفت، اظن عبد الواحد دفع عمرو الصفتي اللي طالع دلوقتي تسمع كلامه عجيب جدا، لمجرد انه لقى الكلام ده بياكل اليومين دول. هو ده اللي بقى عايز تقول له ما بلاش انت. لا هو ده الكلام اللي بياكل اليومين دول. ده احمد متعب لسه موجود. يرجع يلعب. هنشوف دلوقتي لعيبه بتطلع تقول كلام ما قالتوش بقى لها 10 15 سنه. لان هو ده اللي بياكل اليومين دول، وهو ده الترند اللي مطلوب، عشان هو ده سبوبه هذه الايام. الاساءه للاهلي. سبوبه. طب مؤكد. هو اللعيبه دي لو ما قالتش كده حد هيجيبها يسمع رايها في ايه؟ باذن الله يعني. ولا حاجه. ده ناس يعني بتيجي فعلا بالناس تقريبا نسيتها تماما. بس تعرف تشتم الاهلي تعالى. تعالى. او تعالى اشتم الاهلي. يعني موافق تشتم الاهلي. وكل واحد هيلاقي ستوري يقولها. وانا لما كنت ده الراجل حتى العاقل اكرم عبد المجيد. انت جايب لنا في حاجه؟ هستنى بقى لما يجي في ميعاده راح. طيب دلوقتي 58 نقطة الأهلي، 61 نقطة الزمالك. إيه اللي باقي للأهلي وإيه اللي باقي للزمالك؟ اللي باقي للأهلي المباراة اللي جاية وادي دجلة في انتظار صدور الجدول. بقول لكم يوم الأحد صباحا اتحاد الكورة بعد الانتهاء من مباراة البرازيل في ضوء النتيجة إن شاء الله هيطلع الجدول لكل المباريات المتبقية سواء في الدوري أو في الكاس. فأقرب مباراة للأهلي هي مع وادي دجلة، بعديها الاهلي عنده سيراميكا كليوباترا، عنده الاسماعيلي، عنده انبي وطلائع الجيش، ثم المصري، ثم الجونه، ويختم باسوان. اسوان النهارده كان مباراه الدور الاول. طب الزمالك باقي له مين؟ باقي له غزل المحله، الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، وادي دجله، سيراميكا كليوباترا، الانتاج الحربي، والبنك الاهلي. دي المباريات اللي باقيه هنا واللي باقيه هنا. والاتحاد السكندري؟ هنا يعني هنا انا عايز بس يعني كم ماتش للزمالك كم ماتش للاهلي؟ 7 للزمالك 8 للاهلي. بالظبط. الزمالك 7 والاهلي 8 بمباراه وادي دجله. الناس اللي طلعت قالت اصل الاهلي بيتظبط له جدول عشان يلعب مع الفرق بعد ما تكون اتحسن موقفها من الهبوط، فتبقى المباريات تحصيل حاصل. وساعتها قلنا لهم طب ما تبص لها من زاويه تانية يا عم الفهيم قوي. ما الاهلي هيلاعب الفرقه دي في توقيت متاخر هتكون هي في عرض النقطه، محتاجه النقطه بفارغ الصبر عشان تقعد. وده اللي حاصل. كل الفرق اللي الاهلي بيلعبها
تقريبا بتقاتل علشان البقاء، سواء الانتاج الحربي او البنك الاهلي او غيره. اخر ماتش للزمالك ايه؟ لكن لو بصيت بقى على شكل الجدول في حسم القاع هيكون خدم مين؟ الزمالك اخر ثلاث مباريات عنده، اخر اربع مباريات فرق ممكن يكون اتحسن موقفها. يعني اخر مباراه مع البنك الاهلي، اللي قبلها مع الانتاج الحربي، اللي قبلها مع السيراميكا كليوباترا، واللي قبلها مع وادي دجله. اظن مفيش اكتر من كده. بس هو ده جدول، لا هم جاملوا الزمالك ولا مقبول ابدا ان انت تقول ان هم جاملوا الاهلي. ده جدول واتحط. احنا اخر ماتش لينا مع المصري مع اسوان، مع اسوان، وقبليها المصري، قبليها الجونه ثم المصري ثم طلائع الجيش قبل منه. هن انت كنت بتتكلم قبل الفاصل على فكره، لان احنا حتى في الكواليس قبل ما ندخل شفتك بتتناقش مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن ايمن شوقي في حته التبديلات في وقت متاخر للمدير الفني. وجهه النظر انه زي ما انت بتقول الراجل بيبقى ضمن النتيجه الى حد كبير، فبيدي فرصه للاعيبه اللي عايز يجهزها للمرحله الجايه. بس في وجهه نظر تانية انه الامور بتبقى مهدده. ما هو الظرف بقى ان في التوقيت ده دخل فيه جول كهرب الماتش بالظبط. وده هل كان ده من الاحتمالات؟ كان من الاحتمالات طبعا. لكن هو انت مسؤوليتك ايه؟ انت ككوتش انت مسؤوليتك على الفرقه ايه؟ على النتيجه ايه؟ انت بتخوض صراع في قدر من المخاطره. احنا في صراع يا استاذ ابراهيم في قدر من المخاطره. لازم نفهم. انت خطرت بانك انت توافق بلاعيبه المنتخب الاولمبي، خطرت انك توافق تلعب في الفتره بتاعه الدوره الاولمبيه ماتشات، بس كانت مخاطره مطلوبه. ليه؟ لان انت وقتها كنت حاطط اولوياتك البطوله الافريقيه. بس الناس، خلينا احنا ما ننساش دي، انت لو سالت الناس كلها كانت موافقه على هذا القرار. ريحني دلوقتي عشان اقدر اعمل حاجه في البطوله الافريقيه. و و و و و وفي نفس الوقت على حساب ان يبقى في قدر من المخاطره. ربنا عداها ببعض الخسائر، لكن الحظوظ ما زالت مستمره. احنا دلوقتي ننتظر عوده الجدول ونشوف لما تتساوى المباريات. احنا عندنا وادي دجله اظن. وادي دجله المباراه الاقرب. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. هو مستر موسيماني ادى اللعيبه راحه 3 ايام، يعني كان واضح جدا احساسه بانه لازم هيقول لك اللعيبه مجهده. مجهده طبعا. هو واحد زي قفشه ده مش مجهد؟ طبعا. الله، مجهده طبعا. بنون ده مش مجهد؟ مريحه النهارده عشان كده. يعني انت مضطر تاخد قرارات. لكن مثلا طب افرض انت احتجت سعد سمير، لازم يكون في الملعب طبعا. الاوقات مش طبعا. خمس دقايق ودقيقتين بقى طبعا، دي مش هتجهزه. صحيح. متولي لو رجع لحالته مهم. فاحنا المهم ربنا بيعديها، وبيعديها برضو بقدراتك. ايوه. انت تعمل هجمه مرتده بهذه الروعه وتطلع الكوره وبوالي يجيب الجون ده، ما دي قدرات برضو. ايوه. يعني ما انت ماتشين دلوقتي بتجيب جوان في الوقت بدل من دوح. دي نقطة، ودي الفترة اللي الناس كانت بتقلق دي نقطة فيه. الإيجابية، النقطة السلبية إنك في الكور الثابتة ما يصحش يجي فيك جوان بالمنظر ده. ودي نتيجة برضو إنك الاستراكشر بتاع خط الدفاع أنت بتغير فيه مضطرا. البناء بتاعه. أنت بتلعب دلوقتي برامي ربيع باك رايت وبتلعب بياسر وبعدين لما وأيمن ومحمود وحيد شويه، بتعمل اللي تقدر عليه. هل انت مضطر كده؟ انا ارى ان احنا مضطرين لكده، والحمد لله انها بتعدي الامور لحد دلوقتي بالشكل ده، والباقي باذن الله يبقى في ايد بعد اللعيبه ما ترتاح وتسترد قواها بعوده العائدين اللي يا رب يرجعوا لنا بدون اصابات. لان برضو انت فرصه كويسه لكابتن علي لطفي، بيؤدي اللي عليه الراجل، بيتطور من ماتش لماتش. لكن مؤكد
ان الشناوي حارس كبير، هو فارق مع المنتخب اهو بالظبط. الراجل بتاع استراليا قال لك وقفت 4 مرات عشان احتفل وشناوي قعدني. عشان كده كان من المهم جدا نشوف كل هذا المشهد الاولمبي في الغربال. ليه ما نحلمش؟ هل الفوز على البرازيل صعب؟ هل تخطي السامبا ظهر يوم السبت صعب؟ عرضنا من قبل كده مقال الاستاذ حامد عز الدين وهو بيقول المتنبي يضع خطه الاهلي، وكان بيركز على قدر اهل العزم تاتي العزائم. هو فعلا كده. منتخب البرازيل بالمناسبه كوت ديفوار اتعادلت معاه. واذكر يا باشمهندس مانويل جوزيه في حوارنا المطول معاه بتاع ال7 ساعات واحنا راجعين في 2006 من اليابان، اكتر حاجه ركز عليها في سمات اللاعب المصري وانا بقول له ايه الفرق، قال لي انتوا مشكلتكم ما عندكوش ثقه في نفسكم، مش مصدقين، مش ما بتصدقوش ان انتوا تقدروا. ادي الجون الجميل، مجهود كبير من رمضان. هي من البدايه انت شوف حتى طاهر حاططها لرمضان فين؟ طاهر محدش واخد باله من الراجل طاهر ده. طاهر حاططها لرمضان في المكان الصح قوي اللي هو بيحبه، حتى بالقوه المناسبه قوي بحيث يروح لها رمضان بالشكل ده ويلعبها، واحمد ياسر ريان ياخد وضعه سليم. انا يا سلام يا شنو. لا لا ما هو الشناوي بص يعني هنشوف تحليل، لان انا كمان عجبني تحليل الكابتن احمد شوبير لاداء الشناوي في المباراه، بس انا بقول لك على فكره منتخب مصر لما يلعب البرازيل، لما يلعب البرازيل. وعمار شوف جاي منين في المتابعه. لعيب مهم قوي عمار، بس الحقيقه ناصر منسي، ناصر طرقستين ثلاثه جريء جريء. ايه ده؟ فبقول لك على فكره ان اللاعب المصري ليه ما بيصدقش انه يقدر فعلا يلعب ضد فرقه زي البرازيل يعني، ونقدر فعلا نقدم كوره جيده عن الكوره المصريه. فكان الراجل وجهه نظره السمات الشخصيه للاعب المصري لازم أن تتغير، منسوب الثقه في النفس عند اللاعب المصري لازم أن يكون احسن من كده. وانا اعتقد تركيز مانويل جوزيه على رفع قيمه او منسوب الثقه عند اللاعب المصري وتنميه شخصيه اللاعب المصري في نفسه وازاله كل الرهبه التاريخيه اللي متراكمه عند الشخص المصري تجاه اي خواجه، اللي عمله مانويل جوزيه مع جيل عماد متعب وابو تريكه وبركات وائل جمعه واسلام الشاطر وسيد معوض وعماد النحاس وعصام الحضري، هذا الجيل الرائع مش عايز انسى حد منه، اللي عمله مانويل جوزيه معاهم سهر جدا مع كابتن حسن شحاته على الاقل في كاس القارات. انت شفت في كاس القارات في 2009 بس شوف لعيبه مصر بعد ما عملت البرازيل وقدام ايطاليا، بعد ما عملت الابداع ده جيت في الماتش اللي انت بتعتبره أمريكا تحصيل ماشي. حاصل عارف ليه؟ اللاعب المصري في الماتشات اللي فيها قوه بدنيه بيتعب. انت فكرتني بشخصيه اللاعب المصري ويعني انه لازم يثق في نفسه اكتر من كده باللي قاله لي فايتسا، وكنت بعمل موضوع للمصور وقتها، كنت بكتب في المصور. فرحت له فمن ضمن الاسئله التقليديه اللي احنا بنحبها ايه الفرق بين اللاعب المصري واللاعب الاجنبي؟ فالراجل راح مطلع لي اجنده، قلت له الناحيه البدنيه، راح فتح الاجنده قال لي لا 247 تدريبه لم يشكو لعيب واحد من شد او اصابه. فالحاله البدنيه كويسه رائعه زيها زي اللعيب الاجنبي. قلت له المهاره، قال لي اللاعب المصري اكثر مهاره. اكثر مهاره؟ قلت له امال في ايه؟ قال لي في اتخاذ القرار. ايوه قلت له يعني، قال لي السهل يخاف منه لان في مسؤوليه ويجيب لك الحاجات الصعبه جدا. ما هي دي سمات شخصيه لانها برضه. قرارها ما فيهوش لوم. بتطير تعمل كره دبل كيك، لما جاتش جون ما حدش هيقول لك عملت كده ليه، بس لو كانت جون جت جون يبقى فيها عبقريه وابداع، لكن الانفرادات. وهنا بقى كان الكلام لما كنت بقيم ازارو
يا جماعة أصعب موقف للاعب القرار في الانفراد. في الانفراد. صحيح. لأنه أنتوا حساباتك بتقول لازم يبقى جون. أيوه. وناسي إن الجون عنده قرار مهاجم. قرار آخر. هو كمان. فأنت رايح له يا تشوت بقوة وأنت وبختك لو طلعت فوق العرض أقول لك استعجلت. ما استنيتش عليها ليه؟ ولو جات جون هيبقى جون حلو. طب لو استنيت ورقصت وجون زقها من قدامك. يعني انت قربت من جون كده يعني القرار صعب الانفراد. ودي كانت مشكله ازارو. ازارو اللي بيجيب الكوره دي كان بقى هداف العالم. يعني هو كان هداف الدوري وهو مضيع له وجاب لك ايه ده غير ضربات الجزاء اللي كان بيتسبب فيها. ولذلك انا بقول لك محمد شريف هو النسخه المعدله من وليد ازارو لان فيه السمات دي سرعه مع الهدوء امام المرمى. نتمنى ان احنا نستعين في قطاع الناشئين. احنا بنجيب اجانب. احنا عايزين بقى ناس نفسيين في الاعداد النفسي. ايوه يفهمهم لماذا تلعب كره القدم ويعني ايه اخد القرار. حاجه مهمه. طب انت متخيل ان بعثه اولمبيه كبيره يعني اللجنه الاولمبيه المصريه بتفخر انه بعثتنا هي الاكبر في التاريخ وده طبعا علشان فيهم منتخبين لألعاب جماعية كرة القدم واليد فرافعين العدد بس ما علينا. هل بعثة راح حدث أولمبي في هذا الظرف ظروف الجائحة وظروف ضغوطاتها النفسية و هل في معد نفسي مسافر مع البعثة المصرية؟ ما سمعناش. طب هيحل على مين ولا مين؟ ما هي النقطة. لكن في اتحادات عندك لعيبة في اتحادات يعني اتحاد التايكوندو رئيس اتحاد التايكوندو اما بيكلموه قال لهم احنا استعنا بمعيد نفسي. معيد نفسي. يعني السباحين والعاب القوه والناس اللي السباحين هم اللي كانوا اكتر ناس طبعا محتاجين. الناس اللي بتنافس على اجزاء من الثواني ومش كده اكتر ناس خدت اعداد وبعضهم سافر بره وعاش بره وكلهم ارقامهم اقل من ارقامهم الحقيقيه. اي لو حد فيهم جاب رقمه او تجاوز رقمه كان ممكن يعمل مفاجاه. طب ايه احنا ما بنعترفش بهذا العلم ولا ايه؟ مش ما بنعترفش ممكن تبقى صهيانه مش واخد بالك لا ده جهل او مش يعني. مهتم ده جهل او سايبها كل واحد والهامه. ما هو التخطيط السليم على فكره في مدربين شاطرين في الحته دي وكان مانويل جوسيه منهم وكان الكابتن الجوهري منهم صحيح واخد بالك صحيح. ورغم كده مانويل جوسيه فتره من الفترات استعان دكتور محمد فكري وعمل تجربه هائله معاه. ولماذا لم يستمر مش عارف. انا رايي ان المعد النفسي وجنبه في ناشئ النادي الاهلي مين عنده تاريخك عشان تطلع لاعب بيحب الاهلي حتى بعد ما يسيبه. انا يهمني اللاعب اللي يتربى عندي يتربى وهو في اي مكان يطلع بيفخر بالنادي الاهلي انه في يوما ما ارتدى هذه الفانيلا. هيعمل كده زي من غير ما حد يشرح له من غير ما حد يعلمه. لكن لو سبتها بقى انك ايه الناس اللي بتدولهم في ودانهم ما خدتش فرصتك والحق فرصتك والنادي الاهلي ظلمك بيطلع محقون بدل ما يطلع ممتن وفخور. المسافه واسعه جدا بين الشعورين دول. فانا اتمنى ان احنا نستكمل مشوارنا الصحيح في اعداد الناشئين اللي احنا قطعنا فيه شوط السنه دي بان احنا نستكمل ده بالحتتين دول. معد نفسي ومعد تاريخي ويكون حد من ايقونات النادي الاهلي او اكثر من حد. هو كابتن عماد متعب لو قعد مع الناشئين واتكلم معاهم مره في الشهر. انت بتتكلم على التدريبات التخصصيه كمان. لا الكلام على الفخر بالنادي الاهلي. يا ابني انت اللي هي تنميه الشخصيه. مثلا انت عايز بقى خبراء في الموارد البشريه بقى يبدا يعلي دماغ الناشئ ويا ريت يكونوا نماذج. طبعا اللعيب يقعد قدامهم كده ده فلان يبقوا هم نفسهم ياخدوا تاريخ النادي الاهلي يحفظوه وينقلوه بمواقفه يعني بمواقفه. انت بتتكلم على ويقول تجاربه الشخصيه بالزبط. انا فيدي عمل حصل كده واليوم الفلاني اللي انا زعلت فيه عشان ما لعبش اتضح بعد كده ان وجهه نظر المدرب كانت كذا 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 لما فهمتها ارتحت. المواقف اللي هيتعرض لها اللعيب تدرس التجارب بين الأجيال. ازاي انت بتتحدى نفسك وبتطور نفسك عشان لما تطلع فوق تطلع وانت شخصيه جاهز نفسيا حتى شخصيه صحيح. فالجزء الشخصي ده مهم جدا. ده مهم جدا
جدا راجعوا كل افراد الجيل الذهبي عشان الناس اللي بتتكلم على بصمه الاهلي وتاثيره. شوفوا ابو تريكه وبركاته وائل جمعه واسلام الشاطر وعصام الحضري مثلا، شوفوا كل دول شخصيتهم قبل ما يجوا النادي الاهلي. سيبنا من النواحي البدنيه والفنيه والتكتيكيه، لا انا بتكلم على نمط الشخصيه، الخصائص بتاعه شخصيه اللاعب. شوفوه قبل ما يجي النادي الاهلي كان عامل ازاي، ولما اشتغل مع النادي الاهلي فلافيو ده ومع مانويل جوزيه تحديدا، لانه له فضل كبير في الجزئيه دي، ويا ريت مدربينا ياخدوا بالهم من جزئيه تنميه ورفع كفاءه السمات الشخصيه للاعب. دي مساله مهمه جدا. فلافيو وجلبرتو اديس والبان مثلا امثله اهي، لو جبتهم اتكلموا مع الناشئين، مع الناشئين صحيح، يقولوا لهم احنا لما دخلنا النادي الاهلي تعرضنا لصعوبات شكلها ايه، طب عملنا ايه، طب النادي الاهلي عمل معانا ايه، عشان كده احنا لحد النهارده بنحب النادي الاهلي واحنا مش من ولاده، لكن بقينا من ولاده من اللي شفناه. تخيل تاثير هذا الكلام من لاعب اجنبي جه عندك وابدع على ناشئينك انت، يجي يقعد معاك اسبوع هنا ويقعد مع الناشئين بتوعك. دي مساله مهمه جدا لكابتن خالد بيبو الحقيقه، اللي عنده ترتيبات كبيره جدا في قطاع الناشئين. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم عن المنتخب الاولمبي. اهلا بحضراتكم جديد. يمكن قبل الفاصل كان المهندس عادل بيعلق على الجون بتاع اسوان النهارده، وازاي كابتن محمد عادل الحكم ارتكب خطا لو الكرة دي مأثرة على نتيجة المباراة لاستوجبت إعادتها. دي من الناحية القانونية، لأنك لما تصفر أنت وقفت اللعب. هو صفر على خطأ لاعب أسوان على أن هي هاند بول عليه، فاللاعب كمل وجاب جون، رجع للفار فحسب الهدف. كابتن أحمد الشناوي الخبير التحكيمي رصد هذا الخطأ، نشوفه. هنا محمد عادل صفر قبل الكره، واضح اشوف بيصفر وقال ان الكره لمست يد. بغض النظر، خلينا نوصل للحكم، بغض النظر الكره جت في الايد او ما جتش في الايد، وانس ان الحكم صفر على لمسه اليد قبل ان تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور الفار. محمد عادل صفر بان الكره لمست يد كويس ولغى. هنا الفار خلاص يتدخل، تتحسب ايه بقى؟ يحسب لمسه اليد، يحسب لمسه اليد ولمسه يد. الفار ما يقدرش يعني يتدخل. يعني الجون ده المفروض مش جون الكره، ما هو طبعا مش جون. ليه؟ لان هو بيصفر لمسه. هو قصده كابتن زيد، قصده كابتن شناوي قبل الجون ان ما ينفعش يصفر، ما يستعجلش في الصفار. لا حتى هو صفر خلاص بالظبط زي. طيب لو ان، ودي حاجه غريبه يعني، هو حتى الفار بعد ما الحكم صفر مش مفروض يندهله. هنا الفار ورط ورط الحكم لانه في جون صحيح. طب ما الجون صحيح ما جاش في ايد اللعيب، او الفار شافها كده، او يعني مش هناقش دي. الجون صحيح لكن الحكم صفر، بتندهله عشان يعمل ايه؟ وخد بالك يعني هنا الفار برضو هو انت بتندهله عشان يعمل ايه؟ عشان يخالف القانون؟ يعني لو ان نتيجة المباراة انتهت بالتعادل كان هيحصل مشكلة قانونية، حتى تعادل المباراة دخلنا في تعقيدات. ما احنا المباراة اللي بتعدي كل الناس بتقول الحمد لله. هنعيد؟ على فكرة هذا الموقف اتحسب على النادي الاهلي بالظبط، وعشان كده والكابتن الشناوي وقتها قال جهاد جريشه ما كانش يقدر لو رجع للفار. جهاد جريشه مباراه الاهلي وبيراميدز، وبيراميدز لا الجون كان سليم وهو صفر خلاص. طب ما نشوف نفكرك براي الكابتن احمد الشناوي وقتها في مباراه الاهلي وبيراميدز وجهاد جريشه نفس الخطا، نشوف. احمد عادل صفر قبل الكره، واضح اشوف بيصفر وقال ان الكره لمست يد. بغض النظر، خلينا نوصل للحكم، بغض النظر الكره جت في الايد او ما جاتش في الايد، وانس ان الحكم صفر على لمسه اليد قبل ان تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور. طيب هو الاهلي لازم يدفع ثمن كل حاجه، يعني طبع القانون صح دفع ثمنه واتلغى له جون سليم كفيل انه يخرج فائز. ها تخيل وبعدين ما يطبق القانون غلط
يخش فيه جون كاد ان يكلفه المباراه. يعني كل شك ضد النادي الاهلي والناس اللي بتتكلم عمال على بطال والاهلي بيستفيد ولا بيستفيد ايه؟ يعني حتى الفار لما المره اللي فاتت ما تدخلش قال لك ما يتدخلش لانه خلاص صفر. طب المره دي بيتدخل ليه؟ ما هو صفر. الحكايه دي لو مش مع الاهلي كانت ما كناش خلصنا. لا 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 وانت هتخلص اي حاجه هيستفيد منها النادي الاهلي هتبقى هي الغلط. خلينا في المنطقه الايجابيه ومن الكابتن احمد الشناوي ولقطته الذكيه في الامساك بالخطئين ما بين المباراتين. ارجع اقول لك بيراميدز وجهاد جريشه والاهلي واسوان والحكم محمد عادل. قالها كريم واكد عليها الكابتن رضا البلتاجي. يعني مش رايي كابتن احمد كابتن شناوي عشان برضه ده الكابتن رضا البلتاجي قال ده خطا في تطبيق القانون. طيب من الشناوي هذا الى الشناوي المتالق الحقيقه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بعد مباراته او ادائه في الدوره الاولمبيه واختياره ضمن العشره الكبار في الدور الاول للاولمبياد. عايز اقول لكم انه من التصريحات اللي نقلها صدى البلد موقع صدى البلد زينه لاعب المنتخب البرازيلي ونادي بالميراس السابق قال عن المواجهه مواجهه السبت بين مصر والبرازيل انه مصر اخرجت الارجنتين ومن الممكن ان تصعب الامر علينا وتفاجئنا. وقال في البرازيل هنا لا يركزون على الاولمبياد في كره القدم لانها غير منقوله تلفزيونيا، لكن خدوا بالكم اللي بيقول على الشناوي، بيقول لك انني اتذكر الحارس الشناوي من كاس العالم للانديه عندما واجه بالميراس انه يصنع الفارق بكل تاكيد مع منتخب مصر. ربنا يكمله فعلى هذا التوفيق. نحتاج جدا 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 ان تضحيه الاهلي تكون بنتيجه باذن الله. عشان كده انت بتقول ايه؟ يعني ندفع اي ثمن بس نتجاوز ماتش البرازيل ده لان هتبقى في دور نصف النهائي. بالظبط. في الحاله دي الليله هتبقى حلوه قوي. بالظبط. طيب اداء الكابتن شناوي في المباراه الحقيقه رصده وحلله الكابتن احمد شوبير بحس الحارس الكبير. نشوفه. هنا بقى ده تألق نموذجي يعني شناوي وكعادته. خلي بال حضرتك بقى كابتن عماد طبعًا. عشان معلش الحته دي حضرتك طبعا 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 شناوي 191 سنتي مركز معايا؟ معنا مع حضرتك 191 سنتي نزوله صعب. لا غير انه صعب لما بتنزل وبتفرد ايدك هنا كمان ال 190 سنتي زود عليهم كمان نقول 30 سنتي اوكي لا ماشي فردة يعني الايد مش كده 30 سنتي يعني ما اعرفش مش هحسبها بس يعني مثلا 10 سنتي ماشي بقينا 2 متر مركز معايا؟ مركز مع حضرتك دول 2 متر بالظبط يعني شوف المسافه بعيده طبعا على الحارس فقد ايه بقى هو استخدم كل مهارته وكل مرونته وكل الرياكشنز بتاعته كل ردود الافعال اللي في الدنيا عملها الشناوي وطلعها صح يعني ما طلعهاش كمان للمهاجم لا ده طلعها بعيد عن اي حد بالظبط انها تطلع كره على الخط هناك في كره كمان اصعب اللي شالها طبعا محدش خد باله منها اللي متشاطه السريعه دي شاطه في طبعًا. في المقص الشمال طبعًا. لانها رايحه جون صح غير كمان رد فعل سريع جدا غير تعامله مع الكرات العرضيه النهارده صح انت فاكر الشناوي اتاخد تاني يوم ماتش بيراميدز لما دخل في الجون الغلطه اللي منه وقعدت انا هنا اصرخ اقول لهم يا جماعه مش هنفضل نحاسب الشناوي على غلطه وانتوا كنتوا من نص ساعه بتقولوا ده اعظم مش عارف ايه واحسن صح. ايه طبعا لا ينبئك مثل خبير فهو بيحللها من وجهه نظر حارس مرمى كبير لحارس مرمى كبير والحقيقه انت لما تشوف حتى كل التصريحات يا جماعه اللي اتقالت بعد مباراة حتى يعني ما احنا قلنا لكم رصدنا الجهاز الفني وهما بيقولوا كل ما نيجي نحتفل نلاقي الشناوي صدها. عايز اقول لك ان الصحيفه الاستراليه ذا سيدني مورنينج هيرالد قالت حلم اولمبياد طوكيو انتهى بعد الانهيار على يد مصر. بصوا قيمه برضو الكره المصريه واللي عملته. وقالت الصحيفة الأسترالية أنه تألق محمد الشناوي حارس المرمى منح مصر التفوق وقالت أنه أنقذ حارس مرمى مصر محاولتين من لاعب أستراليا لذا فعلى بلاده أن تشكره على الفوز والتأهل لربع النهائي. في تويتر الحقيقة كان في بقى يعني كتير من التويتات والتغريدات اللي بتحتفي بالمنتخب الأولمبي
وباداء الشناوي. اليوم السابع قال تقييم محمد الشناوي بالاولمبياد الافضل بين حراس دورة طوكيو، ونال تقييم 7.67 من 10 وفقا لما ذكرته سوفا سكور العالمية كأفضل حارس مرمى من بين 18 حارس شاركوا في منافسات الدورة. ميشيل يانكم بقى مدربه، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، نشر هو آخر صورة جمعته مع الشناوي على ستوري حسابه على انستجرام، وقال بالتعليق: مبروك، أنا فخور بيك. علي لطفي حب يشارك الحضري، اللي حب يشارك الشناوي برضو حط تعليق: مبروك يا حبيبي. مصطفى شوبير قال: شناوي يا كبير. حمزة علاء برضو حارس الأهلي الموهوب الصاعد قال: ما شاء الله عليك يا أخطبوط. كل الحياة لعيبة النادي الأهلي كانت سعيدة جدا بأداء المنتخب، مفيش حد أثر الحقيقة، يمكن منتخبنا كله بالكامل الناس عملت اللي عليها في المباراة طبعا تحديدا مباراة الشناوي استراليا. خلاص الكلام فيه يعني محسوم، لكن أنا بسرح برضو دروس لينا. الجولة الأولى في مجموعة مصر في الدورة الأولمبية انتهت بتصدر استراليا قائمة المجموعة. الجولة الثالثة انتهت بتزيل استراليا للمجموعة. كان الفريق الاسترالي يحتاج فقط الى تعادل في الماتشين الباقيين، خسرهم للاثنين. كان الفريق المصري بعد ماتش الارجنتين في مأزق. انا عايز اقول ان كرة القدم لا، هي اللعبة التي ليس لها امان، وهي لعبة القوة النفسية. ال انك انت ارادة النصر ثلاث ارباع المشوار. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نستفيد منه قدام البرازيل، وعشان الاهلي يستفيد منه في مشواره المحلي الصعب. ده كلام مهم جدا، وليه ما نحلمش؟ ليه ما فعلا ما نثقش في نفسينا؟ ليه ما ننظمش دفاعنا؟ ليه ما نلعبش كرة تعبر عن قيمة منتخبنا الوطني؟ عندنا عناصر مهمة جدا، بقول لكم كوت ديفوار تعدت مع البرازيل، والإخوة الأفارقة لو كانوا تعاملوا مع الغرب بمثل هذا الشعور اللي للأسف لاعبتنا بتشعره تجاه أي خواجة أجنبي ما كانوش عملوا اللي عملوه، ولا كانت نيجيريا خدت الميدالية الذهبية في أطلانتا، ولا كانت الكاميرون كسرت الدنيا، ولا كانت كوت ديفوار تعادلت مع البرازيل. سبقونا الأفارقة في التخلص من عودة الخواجة. يا ريت الكرة المصرية والرياضة المصرية كلها تبدأ تدرك إن احنا فعلا نيجيريا غلبت زينا زيهم، غلبت البرازيل والأرجنتين وكان وقتها فول تيم بالظبط، يعني بالأسماء الكبيرة. فبس كان جيل، ونتمنى إن حتى إعلامنا بعيدا عن التأثير على المنتخب اللي جاي ولا لا، إعلامنا كله يسير في الاتجاه ده. إزاي نقدر ننمي ثقة لاعبتنا ورياضيين كلهم في أنفسهم؟ ازاي نقدر نشعرهم ان عودة الخواجة ديت مكبلة بجد وبتعيق حركتنا؟ نبدأ نأهل كل الناشئين وكل منتخبات الناشئين ان انت عنصر موهوب. كل المدربين الاجانب اللي بيشتغلوا في الكرة المصرية اكتر حاجة بتعجبهم فيها ان المستوى المهاري والموهبة عالي. ويقولك مصر عاملة زي دول امريكا اللاتينية في المواهب الفطرية. ليه ما نستغلش ده؟ نتمنى انه نقدم مباراة كويسة إن شاء الله. هو أنا ليه ما نحلمش؟ لا نحلم. سرحت في حاجة كده. آه. في ناس انتقدت اختيارات الكابتن شوقي، قالوا هو ليه اختار الثلاثة الكبار من المدافعين؟ قلبي دفاع وحارس مرمى. ليه ما اختارش حد من الفراودة وترشح كابتن شيكابالا أو محمد شريف طالما ان كابتن محمد صلاح ما راحش؟ فسرحت، هو كابتن هاني رمزي لما راح استعان بمين؟ عماد متعب وابو تريكه ومحمد صلاح. محمد صلاح كان في الفئه، ايوه كان في سنه، كان في سنه انما يعني كان معاه ثلاث عناصر العبقريه، فتحي وابو تريكه وعماد فتحي. ودي بيقودني ان كرة القدم زي شأنها شأن الألعاب. في الفولي كرة الطايرة، لو انت عندك
بلوك ودفاع قوي تكسب الماتش. كرة اليد لو عندك دفاع قوي وحارس مرمى فرصك في الفاست بريك تزيد تكسب الماتش. لغز كرة القدم يكمن في انك انت مش معقولة تهاجم على طول، التوازن الدفاعي ثم التوازن الدفاعي ثم التوازن الدفاعي، بس بثقة الانطلاق نحو مرمى الخصم. ده كلام مهم جدا، بس الحقيقة كمان الكابتن شوقي غريب ما هو اختار العناصر اللي ترمم الناحية الدفاعية بعد القرعة ما اتعملت، لانه لما يكون هيلعب في مجموعة فيها الارجنتين واستراليا وعايز يتأهل، لا المسألة مش سهلة، انت بتلعب مع اسبانيا والارجنتين واستراليا، فبالتالي كانت خياراته ناحية تأمين النواحي الدفاعية، وعنده عناصر هجومية ما شاء الله عليهم كلهم موجودين وبإذن الله تعالى يقدموا كورة تعبر بجد قبل ما نطلع فاصل عشان نقفل وعراقتها، لأنه الكرة المصرية كانت موجودة في الأولمبياد سنة 1928. قبل ما نقفل بس عشان الفاصل عشان نقفل ملف الدورة الأولمبية ولا لسه عندك كلام فيه؟ اتفضل. لازم أنوه لأن كرة اليد تخوض غدا امتحان لا يقل خطورة عن امتحان كرة اليد عن كرة القدم أمام استراليا. ماتش السويد، ماتش السويد لو كسبناه يا جماعة هنقرب قوي إن احنا نخش تاني المجموعة، ومن ثم في الحالة دي نقدر نقابل تالت المجموعة الأخرى اللي هي برضو مجموعة رهيبة، أي تالت فيهم يا فرنسا يا ألمانيا يا المجر، أي واحد فرقة من دول صعبة، لكن في الحالة دي هيبقى فرصنا موجودة إن احنا نوصل لبرضو نصف النهائي. فمهمة جدا، وفريق كرة اليد أصبح من الفرق التي تحوز على ثقة الجماهير المصرية. ده 9:15 الصبح الماتش. ما الناس بتصحلهم، والله لو قلت الفجر الناس هتصحلهم. الأولمبياد على الريق. لكن هناك محمد السيد في السلاح اللي أبهر الناس كلها وكاد أن يحقق المفاجأة، وهو ناشئ عنده 18 سنة وكسب ناس مهمة جدا، ولكن أتوقف أمام واحد بشكل خاص عمل يعني شبه المعجزة اللي هو عمر عصر. عمر عصر وصل لدور الثمانية ليلاقي اللاعب رقم واحد الذي لم يهزم سوى مرة واحدة في تاريخه، اللاعب الصيني مصنف تاني العالم. وهو استطاع ان ينتزع منه شوط ويكون ند في باقي الاشواط. لدينا مشروع لاعب فز يا جماعة، هو دلوقتي محترف في ألمانيا ومن ابناء النادي الاهلي ومن عائلة عصر. عمه كان مدرب فريق دسوق اللي هو معتز و دسوق ده ايه ده تنس طاولة ده معتز وماجد عاشور. وماجد عاشور هو كان مدربه وكان عملاق كده واخوه برضو خالد عصر مازال يلعب في النادي الاهلي وعملاق ايضا اخو عمرو. فاعتقد ان احنا قد نشهد قريبا واحد تصنيفه هيبقى مثلا، تعرف تنس الطاولة دي بيسموها اصعب لعبة فردية في العالم. يعني صعب ان بطل يفضل مستمر بطل لمدد يعني غير فنتمنى. انا بس عايز اتوقف، اول عربي وافريقي يدخل دور الثمانية طبعا في تنس الطاولة في تاريخها. لا اعتقد ان في لعيب نيجيري سبقه لكن اول طلع الخامس كده التصنيف الاخير له هو الخامس البطولة. البطولة طيب خامس الدورة ده انجاز مرعب اكنها ميدالية والله. مبروك لعمر عصر، ومبروك كمان لبطلي البرونز. حتى الان احنا واقفين في المنطقة البرونزية مع بطلي التايكوندو سواء هداية ملاك او سيف عيسى. بكرة عندنا امل ان شاء الله من الممكن السباحة تحقق معجزة في ملحق لفريدة عثمان اهو في الخمسين حرة ومروان الأماشي في 1500 حرة، وايضا علي خلف الله في ويوسف رمضان بكرة في 100 متر فراشة في السباحة بيلعب سيمي فاينل بكرة ان شاء الله. وطبعا ايهاب عبد الرحمن هيبدأ بقى منافسات الرمح، فان شاء الله تعالى يعني اهي يوسف عبد الرحمن في السباحة بيلعب سيمي فاينل في 100 متر حرة، فنأمل بإذن الله
مدام وقفنا عند البرونز نتحرك منها شوية إن شاء الله. طبعا بعثة الكاراتيه سافرت النهاردة عشان تبدأ منافساتها، في أمل كبير في جيانا فاروق وكل زمايلها في بعثة الكاراتيه، نتمنى إن شاء الله. بس الملاحظ جدا يا جماعة إن احنا عملنا نوع من التكوير للأولمبياد، بقينا مشغولين بالكورة، ما هي كده كرة القدم والكرة اليد، والعالم مشغول بالأرقام القياسية ومنافسات حمامات السباحة ومضمار الجري. هي دي الألعاب الأولمبية، هي دي قدرة البشر، وهو ده التحدي للزمن وتحدي للقوة. إن أنت تتكلم في سباقات السرعة، بتتكلم في سباقات السباحة، بتتكلم في حتى القوة في الملاكمة والمصارعة وغيرها، انشغلنا بالكورة وبالهندول كمان. شوف احنا دلوقتي عندنا امال ان احنا نحقق مزيد من الميداليات، يمكن لاول مره تكون احد امالنا الفرق الجماعيه، جماعيه وفرديه، بس اللي يجي وان شاء الله. خلي بالك احنا في اتينا اخر يوم خدنا كل الميداليات اللي احنا حققناها. طب نستنى، ذهب فضه برونز اخر يوم في ياقوت. بس كان فيها الملاكمه عملت مفاجآت رائعة، هي لحد دلوقتي رحم الله الدكتور اسماعيل حامد. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك بعظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا إزاي نقدر نكون إيجابيين، وإزاي فعلا منتخب مصر بإذن الله تعالى الأولمبي صباح أو ظهر السبت بإذن الله تعالى يسعد ملايين الجماهير المصرية، ويقدر بإذن الله يعمل عرض كويس يليق بالكرة المصرية وعراقتها اللي كانت موجودة في الأولمبياد من كام؟ من 1928. احنا مرتين في طوكيو وفي روما، لا في طوكيو نتمنى وستوكهولم، طلعنا الرابع مرتين. نتمنى انه هذا التاريخ الكروي الكبير لمصر في الأولمبياد يفرز حاجة لهؤلاء الأحفاد ظهر السبت بإذن الله. لكن زي ما قلت لكم الآن هناك كلام كثير بعظمة لسانه. دقيقة سكوت لله، تفتح راديو، تفتح تلاجة، تفتح غسالة، تفتح موقع، تفتح برامج تلفزيونية، كله هجوم على الأهلي، كله محاولة للإساءة حتى لبطولات النادي الأهلي. شوية تنقب في التاريخ وشوية تجيب ناس ما لهاش أي صيغة أو صفة ممكن تستضاف إلا لأنها عندها رغبة في إن هي تسيء للنادي الأهلي دون حسيب أو رقيب أو عتاب أو لوم أو 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 أو. وأعتقد حضراتكم متابعين نادي بيشرف وطنه إلى هذا الحد وبهذه القيمة اللي تخليه بهذا التأثير. أنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها كان مشرف جداً انه موقع النادي الاهلي على اليوتيوب، موقع النادي الاهلي على اليوتيوب الاول على مستوى العالم في المتابعه قبل برشلونه. يعني النادي الاهلي عنده اعتقد 16 مليون وكسر او 13 مليون وكسر قبل برشلونه. هي دي قيمه النادي الاهلي، ودي حجم شعبيه النادي الاهلي، وده الارتباط بالنادي الاهلي. طيب دي بقى ما بتردش مين جمهوره اكبر؟ لا يعني انا بتكلم في برشلونه يا باشمهندس. لا يعني هو دي مش ادله، يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم الدنيا بتفرز نفسها يا جماعه. هو لا والله يجب. العظيم كل الناس اللي بتخبط في ثوابت الاهلي تعلم الحقيقه، ولكنها المتاجره، هي المتاجره. فانا بقول لكم انت بتتكلم عن نادي الاول في نسب المشاهده عالميا، وبتكلم على حجم برشلونة، وبتكلم على حجم الوسائط الإعلامية الحديثة، وعلى الناحية الرياضية أنت بتتكلم على نادي تاني أندية العالم في الحصول على الألقاب القارية والدولية بعد ريال مدريد. يعني أنت في حجم الشعبية على اليوتيوب تسبق برشلونة، ولا يسبقك في حجم أو في عدد البطولات القارية والدولية إلا ريال مدريد. كل واحد يبقى عارف واقف فين، شوفوا قيمة النادي الأهلي فين، عشان أي حد بيسيء للنادي الأهلي يبقى عارف في الأول حجم التشريف الوطني اللي النادي الأهلي بيقدمه لبلده كنموذج، وحجم إسهامه مع منتخبات بلده. بقول لكم بيضحي بأحسن حارس في أفريقيا
ومصنف حتى الان افضل حارس في الاولمبياد، برضه خدمه لمنتخب بلده. ما يستحقش النادي الاهلي كل هذه الاساءات المتناثره على كل الوسائط الاعلاميه المختلفه، وبتكلم على برامج اذاعيه كتيره وبرامج تلفزيونيه كتيره، وما فيش حد بيحاسب الناس المتجاوزه دي ازاي. استاذ ابراهيم، ممكن تحصر للبرامج الاذاعيه الرياضيه كتير يعني بقت في اذاعات كتيره. اللي هي مين اللي بيقدمها؟ ولا واحد اهلاوي عايز تقول؟ لا، عايزين نقولهم بالاسم عشان الناس يشوفوا. مين؟ انا يعني مش متابع راديو، لكنه شادي عيسى، كريم خطاب، ابراهيم عبد الجواد، خالد الغندور، كلهم كباتن على راسي من فوق. كريم حسن شحاته، كريم حسن شحاته، ويقال انه ميدو، ان كابتن ميدو داخل، ودول اللي انا متذكرهم. هات لي واحد بقى انتمي الى النادي الاهلي. فانت بتقول كل البرامج، ما هو اللي حتى اللي مش هيهاجمك مش هينصفك. ايوه، مش هيقول كلمه حق في صالحك. احيانا كابتن ميدو بقيمته يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام. احيانا كابتن كريم يقول هذا الكلام، لكن اللي هيكون لك حق قد يتجنب، اللي مش عايز يهاجمك هيتجنب. انا اللي عايز اقوله، ما عندكش منابر تقدر تظهر وجهه نظرك، ما عندكش. حتى في البرامج الخاصه اللي اصبح دلوقتي يا استاذ ابراهيم، تقدر اقول لك انا في برامج انشئت علشان ناس اهلاويه تنتمي للنادي الاهلي لها طموحات ضد مجلس الاداره ده بتمولها، وبرامج اخرى انشئت بتمول من عناصر من النادي المنافس تامل ايضا تسترد الارض وبتهاجمك. وانت عارف البرنامج ده، وعارف البرنامج ده، وعارف البرامج الاخرى المتبعتره على بعض القنوات الخاصه المدفوعه مقدمه مسبقا. انا اسالك سؤال، هو الوقت البرامج اللي هي بتشتري وقت، يعني وضعها ايه؟ كان المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام قال ان ده مرفوض في فتره من الفترات. لا، امال يعني بيطلعوا ازاي؟ ما تفهمش. بس لما يطلعوا بقى بضوابط. هو احنا عايزين كل الناس تطلع وتاخد فرصها؟ بالعكس، هذا ثراء بيطلع اجيال ربما جديده من الاعلاميين، ولكن بضوابطها بقى. ما ينفعش انك على طول تقدر تستنتج البرنامج ده هيقول ايه، والبرنامج ده هيعمل ايه، والبرنامج ومواقف البرنامج ده، ومن خلف هذا البرنامج، ومن خلف هذا البرنامج. هو ده اللي عامل اللخبطه. طيب، على ذكر البرامج، كان المهندس عدلي في الحلقه الماضيه سجل لوم لطيف للزميل العزيز ابراهيم فايق في الواقعه بتاعت قفشه مع حارس مرمى الانتاج الحربي، وانه قفشه الراجل كان بيقول له والله ما هتاخد غير رزقك. فكان ابراهيم فايق ترجمها وقتها او نقل الكلام، شوفوا بيقول له والله ما هتاخد ولا نقطه. المهندس عدلي قال اللي حصل. فالحقيقه يذكر للزميل ابراهيم فايق انه رجع شاف الفيديو وقال رايه في اللي قاله المهندس عدلي. نشوفه. بفسر الكلام اللي قاله قفشه، خدوا بالكم برضو، انا يعني احنا بنعتمد على السمع يعني، فاحنا بنحاول نترجم الكلام اللي قاله قفشه لحارس مرمى الانتاج الحربي، فاحنا ترجمناه على انه هو ايه؟ تصدق وتؤمن بالله ومش هتاخد غير، مش هتاخد النقطه. خلاص، ده احنا ترجمناه كترجمناه امبارح كده، احنا بالسمع، خدوا بالكم يعني برضو يعني في عصرونا. فان كان السمع مش على القد، مهندس عدلي القيعي قال ابراهيم ترجمها على ان هي كده. انا الحقيقه عشان اتاكد برضو اتكلمت مع قفشه، سالته تقول انت قلت ايه يا عم، عشان احنا قلناها تصدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير النقطه، انت قلت ايه؟ ضحك وقفشه زي السكر، انا بحبه جدا، من الناس اللي انا بحبها يعني. فقال لي لا يا سيدي، انا ما قلتش كده، انا قلت بالنص صدق وتؤمن بالله مش هتاخد غير رزقك. فوجب التوضيح ووجب التعديل، وللبشمهندس عدلي انت صح. وتحياتنا للمهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم منيسي، دايما متالقين. هو المهم في هذا الامر مش ان انا صح او مش صح، المهم انه اهتم
ودقق عشان يوصل للحقيقه. دي نقطه ايجابيه، دي نقطه ايجابيه الحقيقه بنحيي عليها. طيب هو حارس الانتاج بقى احمد يحيى، وهي دي روح الرياضه وهي دي المنافسه. ما الاهلي كسب الانتاج في وقت يعني تعب اعصاب ناس كتير قوي بجد، يعني التوقيت القاتل اللي الاهلي يتعادل ويكسب فيه اخرج ناس كتيرة قوي عن شعورها، وظهرت على الشاشات وظهرت على المواقع. لكن شوفوا الروح الرياضية عند حارس الانتاج اللي كان قفشة بيلومه، قال ايه عن بعد المباراة احمد يحيى؟ للامانة انا من خلال حضرتك، من خلال برنامج حضرتك، بشكر لعيبة النادي الاهلي والله يا كابتن، شخصيات كلهم كلهم بدون استثناء. قفشة قال لك ايه وانت واقع؟ انا شفته جاي بيكلمك، قال لك ايه؟ ده اللقطة دي مصر كلها اتكلمت عليها. للامانة اللي قفشة قاله بالظبط، قال لي تصدق بالله انا، هو جاي لي بيقول يا قفشة ما تزعلش مني، احنا بننزل يعني احنا موقفنا صعب. فهو قال لي تصدق بالله والله مهما تعمل مش هتاخد غير نصيبك. وللاسف قمت، وانت طبعا قمت بساعتها على طول. قمت، ما هو اقنعني بصراحه. هو جن اصل، هو ذكي جدا مجدي، لعيب كره ذكي، وبالتالي هو شخص ذكي بصراحه. هم يعني هم اخواتنا واصحابنا طبعا طبعا، اللعيبه كلها، واللعيبه كلها لعيبه محترمه محترمه. انا بشكرهم على روحهم الرياضيه جوه الملعب، جوه الملعب بصراحه. بس بصراحه اللقطه بتاعت قفشه دي مصر كلها بيتكلمني. في الشارع وقفش قال لك ايه؟ دي حقيقه، انا ما كنتش عارف برضو والله، عرفت منك دلوقتي وانت بتقول. يعني هنا بقى اتوقف قدام الكلام ده ليه؟ لان كان في ناس ممكن تقول لك ما هو قفش هيضطر يقول كده، يعني الناس يا تصدق ما تصدقش، يقول لك اصل سمع المهندس عدلي فاوحى الي بهذا الكلام. لكن لما يطلع حارس المرمى نفسه صاحب الوضع ويقول الحوار الذي داره ويقول له ما تزعلش مني انا، احنا هنهبط فانا بضطر، ما معناه اضيع وقت؟ فقال له والله يعني ما ردا على حوار بدأه الحارس، والله مش تطوع انه راح يقول له والله ما هتاخد غير رزقك. فلما قام خد رزقه هو ضحك حتى. طيب انت بتتكلم على انه كويس ان زميل ابراهيم فايق رجع لمصدر الخبر نفسه وتيقن ورجع قال الراجل ووضح. امال الناس اللي لا سمعت ولا قرت ولا ترجمت لكن فجأة اتكلمت اتكلمت ونقلت، يعني 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 في مشكلة ان انت تقول اللي انت عايز تقوله براحتك، بس ما تقولش ان انا قلت، ما تقولش عليا ان انا قلت كذا الا اللي انا قلته. ده اللي حصل مع مستر بيتسو موسيماني. الراجل عمل حديث اذاعي لاحدى الاذاعات في جنوب افريقيا، فاتكلم على طبيعة الحياة في مصر وطبيعة علاقته باللعيبة المصريين وطبيعة سلوك لعيبة النادي الاهلي. فتتخيلوا انه محدش اهتم لا يشوف النص الانجليزي اللي بيتسو موسيماني قاله، ولا حتى يشوف الترجمة لحقيقة التصريحات اللي اتقالت، وفجأة اتبنت برامج ومواقع ومقالات كلها رجم في مستر بيتسو موسيماني، ظنا انه قال انه في 10% من لعيبة الكرة في الاهلي بيشربوا خمور. فبقت الناس كلها، وليه الاهلي ما يحاسبش موسيماني؟ هو الاهلي ليه ما يحلش موسيماني للتحقيق؟ شوفوا الكلام ده كله، واصل اللي حصل محدش وقف عنده، ولا حد سمعه، ولا حد ترجمه، ولا حد حتى قرى الترجمه بتاعته، لغايه لما قناه اون تايم سبورت عرضت نص تصريحات بيتسو موسيماني مصحوبه بالترجمه، نشوفها. لا توجد مشكلات هنا في الحياة الاجتماعية ولا في أسلوب الحياة، لأن الدين هنا هو المسيطر والدين قوي. إذن مع فريقي السابق كان هناك مشكلة في شرب يوميا. هنا لا يوجد من يشرب الخمر، ولكن أنا لا أقول أنهم لا يشربون الخمر أو أن لا أحد منهم يشرب الخمر، ولكنني أضمن لك أن 99% من لاعبية لا يشربون الخمر ولا يذهبون إلى أماكن السهر. بالفعل لا يذهبون، لأن هذا النادي نادي كبير، وإذا ذهبت إلى أماكن السهر بالتأكيد الكل سيعرفك. واضح الكلام، أنا ما أقدرش أقول لك مين ومش مين والكلام ده، لكن
الوازع الديني في مصر بيريحني من هذا الكلام، وانا بضمن او اقدر اقول لك ان 99% ما بيشربوش. مش معنى كده ان هو عارف ان في 1% بيشرب، ولكن في من حقائق الحياه ان محدش بيقول 100%. محدش اذكر طبعا. اذكر استاذ ابراهيم كنت في كندا واخويا كان بيعمل دكتوراه وانا كنت موجود وقتها في كندا، فكان واحد دخل يناقش رسالة الدكتوراه مرتين والدكتور ما ادهلوش، فثالث مرة قال له كل اللي بتقوله لي حضرتك انا بعمله، انت ليه مش عايز تدهاني؟ عارف قال له ايه؟ قال له لاني كل ما اقول لك حاجة اقول له قول لي 100%. ما فيش في العلم حاجة اسمها، حتى الحقائق العلمية طبعا ما فيش حاجة 100% طبعا. فالراجل لما قول 99% نتيجة الوازع الديني، مش معنى كده بقول لهم في 1% بيشرب، فتقول له مين هو؟ هو بيقول لك انا ما اعرفش، انا سايبها لدي للي ما اعرفش. بالظبط. انما هم لا ده بلد، ده قال حاجه ثانيه، وقال لك ان هيمشوا نادي كبير كل الناس بترقبه. قال لك ده لو واحد عايز يروح ما حدش هيسمح له. قال لك شعبيه النادي. هذا رجل يتحدث عن يعني رؤيته وترجمته للواقع الاجتماعي اللي بيعيشه، مش في تقييم للعيبة فلان وبيصنف فلان بيشرب وفلان ما بيشربش. لكن زي ما بقول لك يعني حسنا فعل الكابتن سيف انه جاب الترجمة سيف زاهر عشان الناس يعني تدينا فرصة نعلق على هذا الامر. طيب هل الناس اللي قالت وكتبت وطلعت اذاعت وليه الاهلي ما يحاسبش بيتسو موسيماني ومين ال 10% وكتب عنوان كده بيتسو موسيماني يعترف 10% من لعيب الاهلي مش عارف يعطونا الخمور، طلع انه واحد. اولا هو الراجل قال 99 فهو 1%، وثانيا الراجل ما قالش. وبعدين لما يكون عندنا 30 لاعب يعني تلت لاعب بيشرب وتلتين بيشرب نص بقه بس صغير. يا جماعه خدوا بالكم، ده انتوا كنتوا بتتكلموا في حته اخلاقيه كمان، دي مصيبه تانية. طيب على ذكر بقى علاقه الاهلي بلاعيبته وشعور لعيبه الاهلي، لانه الحقيقه شيء يعني ملاحظ جدا ان ناس كتيره تقول هذا الجيل، جيل الشناوي وايمن اشرف وشريف وديانج والسوليه، مش عايز انسى حد منهم تاني، كلهم على بعض تقريبا في الطريق الى اعاده انتاج الجيل الذهبي بتاع وائل جمعه والحضري وابو تريكه وبركات وبقيه المجموعه. في كتير من السمات موجودة، الدي ان ايه الاهلاوي بدأ يتحس، بدأ تحسه مع بعض العناصر. عجبنا كلام عمرو السولية وهو بيتسأل لو اتعرضت عليك كرتين فلوس عشان تسيب الاهلي هتشيل الكرتونة ولا تفضل في الاهلي؟ نشوف. لو جالك عرض تسيب الاهلي؟ لا. بس هل جربت؟ يعني مع احترامي مثلا في بعض اللعيبه يقول لك مثلا لو انت النهارده بتاخد جنيه جالك كرتونه كده كاش مثلا فيها 10 جنيه يعني 10 سنين لعبه مثلا، تقومها ولا تعمل ايه ولا ما فكرتش ولا ردك حاضر حتى لو فكرت؟ لا انا واحد من الناس اتمنى ان انا اكمل في النادي الاهلي، اتمنى احقق اكبر عدد ممكن من البطولات مع النادي الاهلي. اسم الاهلي يخليك دايما هو في اولوياتك والتضحيه في الفلوس وعندك عشم دايما الفلوس جايه؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني اسم الاهلي طبعا اول حاجه. اتمنى يعني كان حلمي ان انا احقق بطوله افريقيا، وكان حلمي ليا ان انا اكون موجود في كاس العالم. انت معنى كلامك كده ان انت في مصر خلاص مش هتلعب غير الاهلي؟ ان شاء الله. خلاص يعني ان شاء الله ما عادش ينفع صح؟ لا خلاص، يعني طالما الواحد يعني مبسوط وراضي وناجح في المكان ده خلاص هيمشي ليه؟ هو بس انا تعليقي عن السؤال نفسه، هو ليه السؤال بيتسال كما لو ان الخيار بين البطولات ولا الفلوس؟ ما انت في الاهلي بتاخد الاثنين يا اخوانا، انت بتاخد فلوس كويسه جدا، بتاخد الثلاثه والاربعه والخمسه. انما انت عايز تاخد فلوس كتيره ولا فلوس اكتر بكتير من كتيره مقابل البطولات؟ لا اخد فلوس كتيره وبطولات، هو ده الواقع الحال اللي هو بيقوله له انا مبسوط. يعني انا مبسوط يعني ايه؟ يعني ما باخدش فلوس وباخد بطولات؟ لا باخد فلوس مكفياني ومأمناني وجنبها باخد بطولات،
وباخد مصداقيه عند جماهير واخد شهره واخد وهاخد مستقبل بعد كده هو ده الحسبه. فمحدش يصور الامر كان الامر انت بتضحي في النادي الاهلي يعني انا في النادي الاهلي المعادله حلوه، الفلوس كتيره والبطولات كتيره جدا الحمد لله، اللهم لا حسد واعملوا اللي انتوا عايزينه واقرأوا المعوذات. لكن اللي انا عايز اقوله دايما الحوار ما يبقاش المفاضله بين البطولات والاموال، لا اخد اموال واخد بطولات. اللي بيروح ريال مدريد عايز الاثنين، اللي بيروح ليفربول عايز الاثنين، اللي بيروح بايرن عايز الاثنين. طب هم بتوع البايرن ها مثلا ما يجيلهمش ليفاندوفسكي ده ما يجيلوش عروض اكتر بكتير قوي بره البايرن يجيله، لكن هو حاسس كده ان هو في المكان الافضل. المعادله ماشيه موزونه حلوه، الفلوس كتيره والثقه كتيره والشعبيه كبيره والبطولات كتيره، يمشي ليه؟ راحه البال مهمه جدا يا استاذ ابراهيم. انا اعمل شغلانه بحبها ها في المكان اللي بحبه، ممكن في حته تانية مرشح ان انا اخد فلوس اكتر في اللحظه دي بس ما استمرش. صحيح. بعد كده يبقى اللي استمر في مكانه خد فلوس اكتر في النهايه. محمد شريف واحد من العناصر الحياة اللي ما شاء الله عليها، هداف الدوري دلوقتي، لكن ازاي وقع للاهلي وقصة ارتباطه بالنادي الاهلي نسمعها منه. كان في مفاوضات مع وكيلي، قال لي نادي الزمالك ونادي الزمالك جاي لك وكده، انا قلت له طب النادي الاهلي مفيش حاجة. قال لي بصراحة انت عينك كانت على الاهلي من الاول؟ قال لي بصراحة النادي الاهلي ما اتكلمش عليك وكده. وقال لي الناس في نادي الزمالك هتكلم مستر ماجد في وادي دجله. ماجد ما اعرفش ايه اللي حصل، انا مضيت خلاص في مضيت في الزمالك، ما اعرفش ايه اللي حصل، الدنيا وقفت شويه. فكان في عنتر محمد عنتر، فكان برضو الاهلي والزمالك كانوا عايزينه، فالزمالك قال لي طب بص يا شريف انت معانا وكل حاجه بس هنخلص بس الصفقه دي الاول لان الاهلي داخل فيها وبعد كده ايه نرجع للصفقه. بالظبط. وانا لحد يوم 30 يناير انا ماضي في نادي الزمالك بس ما فيش حد كلمني رسمي ولا، وفي النادي عندنا في وادي دجله ما فيش حد قال لي حاجه فجاء يوم 30 بالليل لقيت وكيلي بيكلمني فقال لي بقول لك ايه احنا خلاص احنا خلصنا في الاهلي. قلت له ايه؟ قلت له طب وموضوع الزمالك الامضه اللي انا مضيتها دي مش غلط؟ قال لي لا لا ما تقلقش هنخلص كل حاجه. فروحنا النادي الاهلي كانت الفجر يوم 30 الفجر، خلصنا كل حاجه ومضيت في النادي تمام، وخدت الشيكات من النادي بالنادي يوم 31 من النادي الاهلي وديتها لوادي دجله وخدت الاستغناء بتاعتي من دجله طلعت بقى على النادي الاهلي. طيب اللي ما يعرفوش حد حتى شريف نفسه انه شريف صفقه خلصت في الفاصل، في الفاصل في احدى حلقات ملك وكتابه الزمالك عمل بنط وخطف عنتر والدنيا اتقلبت والمهندس عدلي وقتها واحنا في الحلقة نطلع فاصل يفضل مشغول بالتليفون وقلبي يوطي صوته وهو مش فاهم انه السبيكر او الايربيز ممكن يكون المخرج سامعه على ومتابع كل اجراءات التفاوض، لكن وقتها قال لي في حاجة مهمة خلصناها كانت صفقة شريف خلصت في الفاصل. ما هو يوميها كان فاضل يوم واحنا مشينا في موضوع عنتر واتفقنا على عنتر عشان نفكر الناس كان لاعب في الاسيوطي في فريق الاسيوطي قبل ما يباع الى بيراميدز والاهلي داخل فيه والزمالك داخل فيه وضمه الزمالك. قابلت الكابتن نادي خشبه هو كان مدير الكوره والحاج محمود الاسيوطي وابنه واتفقنا على 10 مليون جنيه. هادي كان مدير الكوره في الاسيوطي واتفقنا على 10 مليون جنيه وقلت لهم طيب، كان الكلام يعني بالليل، الصبح قلت لهم هنعمل لجنه كوره عشان اطلع لكم الشيك واعتمد الكلام ده وتجيبوا لنا الاستغناء. اجتمعت لجنه الكوره وانا في لجنه الكوره لقيت تليفون من الكابتن هادي، كابتن عدلي معلش حصل كذا 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 ويا ريت نزود العرض شويه. لانه الزمالك دخل وزود. دخل وقدم 13. 13 وانت كنت مقدم كام؟ 10. قلت له ايه يا كابتن هادي اللي خلى الزمالك قدم ال 13؟ احنا
مخلصين وقاعدين مع بعض، ايه اللي عمل الكونتاكت؟ فضحك. وبعدين في الاخر رجع قال لي ايه، لو دفعته 15 نقفل الموضوع ده. فانا كنت قاعد في اللجنه، فايه عادلي ابتدى الكابتن خطيب يتضايق وابتدى الناس يتضايقوا. قلت لهم انا رايي لا 13 ولا 15، الكلام ده انا مش مرتاح له. قال لي واحنا، قلت له يا كابتن انا هنخش في الديليما دي، وكلمت الوكيل بتاعه قلت له ما كانش صح. قال لي والله 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 ما في ايدنا حاجه. رئيس النادي كنا ملتزمين، لكن طبعا لما يجي للناس فلوس اكتر، وابن الحاج محمود الاسيوطي زملكاوي هو راح، هم اكتر ناس، الحاج محمود الاسيوطي اكتر حد استفاد من الموضوع. اه باع كام لاعب وباع النادي كله، وابنه الراجل زملكاوي قالوا استناني بقى شويه انا هجيب لك فلوس اكتر. فاحنا متضايقين وبتاع، فقال لي طب انا هعوضك. هعوضك ده مين الوكيل؟ ما هو كان كان مقدم لنا شريف، قال لي عندك ساعتين او ثلاثه. كنا بقى دخلنا في العصر. ده الوكيل هو نفس وكيل عنتر وشريف. قال لي اسال، وما كانش شريف احسن، احسن بس عنتر متصيط اكتر. وانا يعني الوقت ده كان الكابتن علي مرمى ما بيلعبش عنتر كتير حتى، ما اعرفش كان في مشكله بيقرص ودنه بيعمل حاجه. وبدانا نجمع، وانا والكابتن عبد العزيز نتحرى عن محمد شريف. الساعه 6 كابتن عبد العزيز شافي كان هو المدير الرياضي او حاجه زي كده. فانا كلمت الكابتن خطيب وبتاع، قلت له في ترشيح تاني قد يكون افضل واقوى، اتحروا معايا عن المعلومات دي. بدانا نجمع، قالوا ده لعيب سريع جدا، مهاري جدا، هادي جدا، ملتزم جدا. وخلي بالك احنا كان الفكره ان نخلصه في ساعتها، ليه وهم مشغولين في انهاء الاجراءات والصفعه بقى مش الصفقه. ايوه، فاحنا اتعمل عليها فيلم في المعنطة. فاحنا قلنا ايه قبل ما يتنبهوا. ما كنتش اعرف بقى ان هم ايه يعني متكلمين فيه في الاول وماضيينه. وبدات اتحاور مع الاستاذ ماجد، وكان الكلام كله على بعض التفاصيل اللي لازم يعني نحطها، لان احنا عرضنا وصلنا لثمانيه. وصلنا لثمانيه، فقال لا انا عايز مش عارف ايه وعنتر كذا وتاع. قلت له خليها بونص، لو خد، لو لعب درجه اولى كذا ماتش تاخد كذا، لو لعب دولي تاخد كذا، لو بقى هداف مش عارف ايه تاخد كذا. ومشينا في هذا البتاع، وكنت بستنى منه الرد وانا مع حضرتك. عشان انت هتستعملني يا هرم. يا سيدي ما عندناش وقت، خلصنا مش عارف ايه الكلام. المهم خلص بعد الحلقة. فاتكلمت طبعا مع وكيل اللاعب، وقلت له بلغه بقى ان كل حاجة خلصت الحمد لله، وخلص ووفرنا فلوس كل حاجة. جالك الاشعار واحنا شغالين على التليفون. اوكي في اخر الحلقة. يعني انا خرجت من عندك بلغت بقى يلا خلصوا الاجراءات، وكانت المفارقة الكبيرة الحقيقة خلص في عدد معين، مفيش 10 12 ساعة. هي دي يعني المفارقة. وهو ده النصيب. شوفوا الشريف يمضيه الزمالك فينتقل للاهلي في ساعه او في الفاصل، وعنتر يقترب منه الاهلي كتير ثم ينتقل الى الزمالك وتثار والقصه كلها ويتعمل فيلم عنتر. وفي النهايه دلوقتي اعتقد الناس عرفت، لما الاثنين يمكن عنتر ما وفقش في انه يقدم حاجه في الزمالك وتم الاستغناء عنه وانتقل لاكثر من نادي، ربنا وفقه. ودلوقتي اظن في المصري. بس هكذا مسار شريف، وهكذا المسار الشريف. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد. قلنا لكم في بدايه الحلقه انه بقت ظاهره من الظواهر انه فجاه تلاقي لعيبه قدام، كل الاحترام لكل الناس، سواء اللي عمل تاريخ او اللي عمل جغرافيا او اللي ما لحقش لا يعمل لا تاريخ ولا جغرافيا، كل الاحترام لكل الناس. لكن ايه فكره ان انا مستدعي حد من الزمن البعيد فقط عشان يسيء للنادي الاهلي، او عشان يطلع يقول حاجات لا تصدق ومسموح له؟ تمت في قناه نادي الزمالك استضافه الكابتن اكرم عبد المجيد، الراجل يتكلم على تاريخه كلاعب في البلديه واللي عمله والزمالك وانتمائه للزمالك، كل ده هو حر فيه،
لكن هل مسموح انه يتقول على لعيبه الاهلي وعلاقتهم بالحكام الى الحد اللي هتسمعوه؟ هل ده معقول؟ لما انا كنت في البلديه وبلعب وكنت بلعب ضد النادي الاهلي كان بعض لعيبه النادي الاهلي يعني كانت بتهدد الحكم يعني. تقول له مش هتحكم تاني لو خسرنا الماتش هيحصل فيك وهيحصل فيك وهيحصل فيك. والله العظيم والله العظيم قدام عينيكم عادي؟ بقول لك الحكم ما كانش بيطلع انذار ما بيعملش لا ما حصلت وقع في حصلت طب وقع طب قول لي وقعه دي فاكرها؟ حصلت وقع انا يعني قلت الحكم انت ازاي ساكت انت يعني ازاي ساكت ان بيهددك كده وانت ما بتديلوش انذار ولا بتعمل حاجه. قال لك ايه بقى؟ قال لي هطلعك بره. قلت له حاضر. والله العظيم والله قال لك كده هطلعك بره؟ حصل قال لي والله هديك قال لي هطردك. يعني لعيب الاهلي بيهدده فهو ما ادالوش انذار ولا حاجه فانت لما جيت تقول له ازاي يقول لك كده فيقول لك انت هتطلعك بره. قال لي هديك انذار وهطلعها هطردك وبتاع مش قلت له طب قلت له بس هقول لك على حاجه يعني حاول تطردني كده وانا هطلع اقول اللي حصل. والله العظيم والله في المباراه والله بالظبط كده. والله فاكر اللعيب اللي قال كده بس مش لا ما ينفعش لا يعني هو شايف ان هو في نادي يستطيع من خلاله انه يهدد الحكم ويقول له مش هتحكم تاني يعني بقوه النادي مش هتحكم. وكان ايامها كان ايامها كابتن خالد يعني ما كانش فيه غير يوم يعني الاهلي والزمالك بيلعبوا يوم الجمعه بس او يوم الخميس بس. فالحكم لو ما حكمش لو ما حكمش مش حدش هيعرفه بقى محدش كان يشوف. حكم كبير طيب ولا خلاص بقى كابتن خالد تقول النبي ده حاجه تضحك والله حاجه يعني جد ويقول له ياه يعني العظيم والله يقوم يقول له بعدين يقول له ايه قال له هطردك قال له طب اطردني وانا اطلع واتكلم مين اللي بيهدد بقى لكن انا عايز اعرف ايه الحوار ده عايز يوصلنا لايه يعني عايز يوصلك للجمله اللي هو قالها خالد الغندور انه عشان ده نادي كبير فاللعيبه بتاعته محميه في النادي الكبير فهم بره القانون. هو الزمالك مش نادي كبير بره القانون فبالتالي لا يجب محاسبتهم وما ينفعش حد يحاسبهم. يعني بصوا بقى يعني معلش شوفوا تصوير الامر على انه ايه انه لاعب يقول ان لعيبه الاهلي جوه المباراه هم اقوى من الحكم وبيتعمل لهم اللي ما بيتعملش لاي حد تاني. انت بتضرب في شرعيه انت بتضرب في شرعيه وامانه بطولات الاهلي وفوزه كمان انه هو اعلى سلطه من الحكم في الملعب واقوى من الحكم. لا ده بيضرب في الحكم. لو عايز بقى معلش قبل ما تروح لدي بس بسرعه نادي كبير ما الزمالك نادي كبير يعني هو اي نادي كبير يقدر لعيبته تقول كده واللي اذا لعيبه قالت كده الحاكم يقبلها قصه يعني يا استاذ ابراهيم. طب بقول لكم ايه قصه ممكن تتصدق او ما تتصدقش اللي عايز يصدقها يصدقها واللي عايز يكذبها يكذبها لكن بالصوت والصوره بالصوت والصوره وشوفوا ضمائركم كأي حد بيفهم في الكوره. لما لاعب يضرب لاعب بالقلم على قفاه مين اللي يتعاقب؟ الزمالك بيلعب مع المنصوره احمد عبد الحكم لاعب المنصوره بينفرد بمرمى الزمالك اوفسايد الحكم صفر الولد يا ولده لمس الكوره بعد الصفاره شوفوا اللي حصل له من عبد المنصف. الصوت بتاع الفيديو واضح محمد عبد المنصف واعتقد انه هينطرد شكله كده احمد عبد الحكم وانذار لعبد المنصف انذار لعبد المنصف هبقى على طول حلوه والهجمه المرتده وفيها خطا الكره دي على طول محمد فوزي والانطلاقه وفيها تسلل في اخر لحظه محمد عبد المنصف واعتقد انه هينطرد شكله كده احمد عبد الحكم وانذار لعبد المنصف المرتده وفيها خطا الكره دي على طول محمد فوزي والانطلاقه وفيها تسلل في اخر لحظه محمد عبد المنصف واعتقد ان مين اللي محمي بقى؟ لا مش محمي بقى انا اللقطه دي من الحاجات اللي ما تخيلتهاش عمري وعامله لي عملت لي ازعاج جامد جدا دلوقتي ان المنظر المؤلم ان حارس مرمى يتسم بالقوه يجري ورا اللاعب اللي ياخد هذه الصفعه المتعمده يوم هو يطرد واللي ضربه ما اطردش
انت متخيل ده اتطرد يعني مسكين عشان لمس الكره دي لقطه متفبركه. انتوا شايفين اللقطه والجبروت اللي بيقولك بنهدد الحكم وبنقول للحكم ده الحكم خايف يطرد لعيب جري ورا لعيب ضربه والحكم يقول لك هيطرد طبعا. يعني لا اللعيب احتك بيه ولا اللعيب ضربه ولا اللعيب شتمه، ده كل اللي عمله زق الكره في الجول بعد صفار واتلغت. انت ايه قضيتك؟ اتلغت وخد انذار. الحكم كان مين؟ هل معلوم الحكم كان مين؟ بصرف النظر انا ما يهمنيش بقى كان مين. اه اللقطه دي بتجسد وبترد على كل الكلام اللي ممكن يقال، لان احنا ده مش احنا اللي بنقوله بقى، دي اللقطه دي قدام حضراتكم. حد يتخيل هذا المنظر في اي حته في العالم؟ هنشوفها تاني لانه الحقيقه بصوا شوفوها بالدهشه بتاعتها. لاعب يتم الاعتداء عليه بالضرب على القفا والحكم يطرد المعتدى عليه ويكتفي بانذار. بص اتفضلوا. يا نهار ابيض. على فكره الحكم محمد عباس هو وجب لازم أن يذكر اسمه الحقيقه، لانه لازم أن يخجل من نفسه انه شاف لاعب يعتدى عليه بهذا الشكل والمعتدي ما يطردش والمعلق يقول لك ده هيروح يطرده. وبعد كده نتكلم على الاهلي وعلى بطولات الاهلي والحكام بتحمي الاهلي ولاعيبه الاهلي بتحمي بتضغط على الحكام. انذار؟ لا والله لا والله ده بيطلع الاصفر. طب اعمل نفسك ما خدتش بالك. ده المضروب بالعنف ده والقسوه دي ياخد كارت احمر والحارس ياخد كارت اصفر؟ ده حكم؟ ايه السبب انه بيتضرب الراجل ده؟ ايه السبب؟ يعني انا مش قادر افهم. يعني انا محمد عبد المنصف طول عمري اشوفه بشكل ايه ده، لكن المره دي لا، ده يهز حاجات كتيره جدا عندي. يعني انك انت بتضرب الراجل بالوحشيه دي وبتجري وراه ليه؟ عمل لك ايه؟ دي سيبك بقى من دي. على فكره احمد عبد الحكم نفسه لاعب المنصوره وهو خارج تعرض لفعل خادش من احد اللاعبين ولم يحاسب برضه. عشان ايه؟ عشان زق الكره. لا ضرب حد ولا عور حد ولا شتم حد ولا استفاد ايه؟ يعني هو جري الراجل حطها في الجول. بس الاهلي محمي والحكام بتحمي الاهلي. احكوا بقى زي ما انتوا عايزين، خلي صور ترد عليكم. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.